السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أبو موسى العمري، رحب بكم من منصة الربح السريع للمحترفين. طيب، اليوم عندنا جلسة شروحات تفصيلية ومجاوبات على الأسئلة. أنا هبدأ الآن بسؤال مهم. اليوم حدث معدنية، فين معدنية؟ معدنية عندنا هنا، عندنا هنا معدنية. طيب، هذه معدنية. اليوم اشوف الشباب في الجروبات يقول انا اشتريت معدنية، ما ادري انها تبي تروح النسبة، ما ادري انها تبي تروح النسبة. حلو. طيب، كلنا ما ندري، لكن ربنا ادانا علم وادانا صبر وادانا مش يعني نتابع. طيب، شوف هذا المعدنية ايش عندي. انا سويت التصفية هذه، تكون مختصرة شوية، بنرجع نشدد على اللحظي، شوفوا اللحظة ذا كله يتلغي، نشد على اللحظة إن شاء الله عشان نقلل الزحمة أكثر وقت. لكن اليوم سويتها، أمس واليوم عدلت اثنين، هنا عندي 61، هنا عندي 25 فقط عشان يزيد التركيز، عندي 47، لأنه الإشارتين هذه مهمة. هذا معدنية اخترت فدائي، خلينا نشوف. هذا معدنية اخترق فدائي 76 الأدنى، الأعلى 94، معناها أنت تدخل ماركت، تدخل مباشرة 96 أو 94، تمام؟ وهذا وقفك 16.62. هذا أمس ما قدر، اليوم استطاع ونسب. طيب، هل أنت اشتريت الآن؟ اشتريت أنت، عارفين إنه نشتري عشان مع الفدائي والأمور. أنا اشتريت. طيب، ليش أنا ما بعت هنا مثلا 17 16 أو 17 40؟ مين عنده إجابة؟ أبو موسى، أنت تشرح على أي فاصل؟ الصورة ثابتة يا ولد. فاصل يومي. لا، مو ظاهرة، ترى اللي ظاهر دقيقة وخمس دقائق و... أوه طيب، غريبة. طيب كذا، هذا حين اللي ظاهر المنصة. حلو حلو. أول كان ظاهر 5 دقائق ودقيقة، ها؟ ايه، ما في مشكلة، نعيد نعيد. هذا ايش مكتوب عندكم؟ من هنا عندي واختراق عدة شموع، يعني مو بس فدائي، كل الشموع، في فدائي وفي غيرها. هنا فدائي فقط، يعني شوف عندي هنا 61 29 7، هنا اقل شيء 25. وهذه الشمعتين اهم شمعتين، فدائي واحد وفدائي اثنين. ندخل على معدنية دقيق، الصورة واضحة. ايه، واضح لي. مين اللي قال اليوم لونها شمعة فدائي؟ ها شباب؟ ايه، في واحد اليوم انا طالب ابو الكذا. موسى. هي ملونة جاهزة، شوفها، اخضر داكن. هذه واحدة، هذه اثنين، هذه ثلاثة. حط سهم تحت يا أبو موسى، ها؟ سهم تحت، كيف سهم؟ روح على المعادلة، ايوه، فين فين؟ المعادلة نفسها، روح. المعادلة حق البداية. ايه طيب، طيب بعدين وين افتح المعادلة؟ الشمعة نفسها ولا اختراق؟ لا، المعادلة طب استنى اشوفها فين، استنى. شمعة فدائي، طيب هذه المعادلة. ها، روح على شو اسمها، اللي هو صح وخطأ دي. طيب، ها،
اي صح خطأ. دقيقة خلاص استرجع المعلومات دقيقة. غير اللون يا ابو موسى، حط سماوي وخلاص، ولا فيروزي ولا لا لا هذا مؤشر، لازم تكون مؤشر. شوف سوى مؤشر أبو موسى تضبط، لا لا جيب لي السهم انسخها. ابو السهم ابو السهم، اذا ما تذكرت عادي بعدين سويها سوا. عموما عموما يا ابو، هي لونها اخضر غامق معروف، هذه شاهد، شوف هنا الابيض اخضر يعتبر، وهذه حمراء معروفه يعني ما تلخبط. شوف هذه واحد اثنين ثلاثه اربعه، شوف هنا اول يوم ما قدر وثاني يوم اخترق. عموما خلينا نعطيكم المعلومه وبعدين نرجع لموضوع اللون. هذه اخترقت، هذه الشمعه الان اليوم اخترقت، ايش تسوي؟ وين راحت؟ اي هنا، هنا عندي هذه شمعة فدائي 1690، وهذه الشمعة الثانية الأدنى كم؟ الأدنى 76. حلو، هنا الشمعة هذه تحت الأدنى أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة تحت الأدنى أنا ما لي علاقة، شوف هنا 76 وهنا قفل 70، ما لي شغل ولا كم، ما لي شغل أنا تحت الأدنى أنا ما لي شغل. طيب هذه الشمعة اليوم بدأت تخترق ايش؟ الادنى اللي هو 76. اول ما تخترق 76 ابدا افكر فيها، تمام؟ اختراق الاغلاق اللي هو 80 ابدا احط طلباتي، تمام؟ او اشتري 20% 30%. اختراق الافتتاح زود، اختراق الاعلى 94 توكل على الله خلاص، لو تبغى تدخل كامل السيوله ما عندك مشكله. طيب دخلت انا، فين ابيع؟ فين ابيع انا؟ يمكن ابيع هنا صح؟ 17 16، طيب يمكن ابيع هنا 17 40 صح؟ طب السهم كمل كم ضاع عليا؟ ضاع عليا لو بعت هنا مثلا، يعني قلت اعلى الشمعة 5% ساعة واحدة، 5% راحت ايش؟ ساعة واحدة. طيب ايش اسوي؟ عنده احد عنده حل يا اخوان؟ عندك شيء هنا ايش اسمه؟ معايا يا شباب؟ ايه معك معك في شيء اسمه المركز، مركز الرسم البياني، حلو؟ اسمه ايش؟ تمام. مركز الرسم البياني. نروح لمركز الرسم البياني، شاشة واضحة ولا ما غيرت؟ لسه ما ظهرت أبو موسى، آه. قبل ما تروح انسخ المعادلة وروح شاشة الرسم البيان. طيب ننسخها يا اخوان، الشغله يبغى لها صبر، حاول اذا ما استوعبت الجلسه دي تستوعب المرات القادمه، بس اصبر وشويه واحفظ، مع الوقت راح تستوعب وراح تستفيد باذن الله تعالى. نسخنا المعادله، ايوه طيب راح شاشة الرسم البياني، شاشة عادية ولا مركز الرسم البياني؟ مركز الرسم البياني. طيب رحنا، اتغيرت الصورة؟ راح على حرف الإف اللي فوق. حرف الاف هذا؟ فوق فوق، أيوه هذا، افتح ايوه حط جديد، إضافة، اكتب إضافة فدائي. شيء.
طيب استنى بس، فدائي. ايوه ألفظ المعادلة. لصقناها. راح على الخط المائل المتعير يمين. أيوة ايوه مخصص. ايوه حط أكبر من صفر. اكبر من صفر. تلوين الشمعة. ايوه لا 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 تلونها، بس حط اضغط عليه. طيب، صورة. صورة. ايوه ايه اضغط على الصورة دي. ايوه احط سهم تحت هذا ولا اللي جنبه؟ حط اسفل. ها هذا طيبة اسفل. أسفل. أيوه يلا موافق. موافق. طيب مو حفظ. إيش هذا، استخدام هذا كماشة خاصة للطريقة الفنية ولا إيه؟ لا هذا ثاني. خلينا حفظ. طيب نعم أي شوفها. السهم ظهر ذحين، حيظهر كل الصور. اي انت تضيفه عاد على المؤشرات هذا. مزبوط. لحظة، طيب أنا حطيتها في رسمة ثانية ما طلعت، إيش معنى؟ روح سوي له إضافة. روح على الرسمة الثانية. كأنك تضيف مؤشر RSI أو شيء كذا. طيب لحظة، خليها بعدين، خليها بعدين. لا لا سهلة ما يبي لها شيء، بس كأنك تبي تضيف RSI ولا ماكد. لحظة لحظة طيب خلاص، لحظة بس خليك. هذه هي طيبة، هذا فدائي يومي. طيب راح على المؤشرات كأنك بتضيف الماكد. هذا هنا ايوه مؤشرات أخرى. أيوة ايوه المؤشرات. أيوة شوفه اضغط هنا فدائي. علم عليها خلي ذا مفضلة. حط موافق. ايوه موافق. علم عليها. شوف هنا. لا يسار ارجع. ايوه أيوة النجمة خلاها واضحة طيب خلاص. كذا. تلقاها موجودة مع المؤشرات. اها انا حافظها، انا محتاج والله، انا يعني خلاص لا حافظ، عشان الإخوان اللي مو عارفينها. خلاص ما في مشكله. طيب خلينا نروح لموضوعنا. معانا يا شباب؟ ايه معك معك. طيب الآن أنت اشتريت معدنية على اختراق فدائي، حلو الكلام؟ تمام يا شباب؟ سامعيني؟ معك معك ايه تفضل. تفضل. تمام. طيب أنت اشتريت معدنية الآن اخترقت فدائي ودخلت، كم قلنا السعر؟ قلنا السعر 16 98 خليه زي ما قلنا. اها طيب، طالعوا معي في الصورة، هذا الدوائر هذه ايش هي؟ هذه الدوائر ايش هي؟ هذا زوم مؤشر، هذا مؤشر، ها أربكلي. هذا المؤشر اسمه بارابوليك ساعة او بارابوليك ساعة، هذا هو الاحمر هذا، شايفينه كيف؟ لحظة ما يكبر الحجم، انا ما نعرف ليش، لكن او شوف كيف هنا تقدر تغيره خط وتقدر تعرض الخط النوع معروف خليه نقط. طيب. ما هو راضي يرجع.
فواز ايوه كيف ارجع نقط؟ روح على المؤشر نفسه، اعدادات رحت روح له انت الحين، اضغط ضغطتين. لا ما اشوف التفاصيل ما اشوف الا ذا ضغطتين تفتح اعدادات المؤشر. هذا مو هو هذا لا مو هذا. طيب تنسيق الاصلي راح. هذا ايوه ايه طيب شوف كبرها كويس طيب انت دخلت وين؟ شوف احنا رحنا على الدقيقة على الدقيقة يا اخوان ترى الصفقة سهلة دي ترى ما صارت ما كانت صعبة الدقيقة دخلك هنا بكم؟ ب 17 ريال ومشي مشي 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 سليم على البربولة اعطاك خروج للشمعة دي اعطاك 18 16 ما في مشكلة الهلالات هذه ما لو انت مشيت على 10 على الدقيقه انت هذا الار اس اي فوق ال70 والبربوليك ايجابي الشمعه فوق البربوليك شوف ايش صار معاك انت وصلت الى 18 30 وما اعطاك خروج اعطاك خروج هنا هذه اول وحده يعني كم حققت؟ كم حققت يعني؟ شوف حققت 6.8% بدون اي مشاكل لازم هذا البربوليك وهذا ار اس اي ما كسر ار اس اي دقيقه ما كسر وبربوليك ما كسر الخمس دقائق نفس الطريقه هذا البربوليك ما كسر ولا ار اس اي ما كسر الربع ساعه نفس الطريقه في احيانا يكسر الربع الدقيقه يكسر الخمس دقائق هذا شيء راجع لك انت اللي تقرر كسر الدقيقه والخمس دقائق وبعدين طلع الربع ساعة ما كسر شو كيف هذه تمام. مؤشرات متابعة الصفقة هذا البولينجر وهذا البربوليك وهذا الارسطاي الثلاثة هذا سهمك ما كسر استمر في الصفقة لا تضيع على نفسك المكسب لا تضيع مكسب جميل جدا واضحة بربوليك هذا مؤشر اسمه بربوليك سار هذا الازرق بولينجر هذا الار اس اي هذا فوق 70 استمر في الصفقه هذا فوق 70 استمر في الصفقه الشمعة فوق البربوليك استمر في الصفقه خمس دقائق ودقيقه السنين ذولي استمرار هنا شاور نفسك انت حر بس حرام حرام على الدقيقه تتخذ تصرف ولسه دقيقه خمس دقائق ما كسر حرام تتخذ تصرف سريع شوف كيف شوف كيف اعطاك وفي اسهم متقفل نسب خلينا نشوف طيب خلينا نشوف شو اسمه هو طباعه هل نفس الطريقه ولا بطريقه اخرى خلينا نشوف طباعه طباعه وتغليف هذا طباعه وتغليف نفس الطريقه طباعه وتغليف شوف اعطاك دخول وراح للنسبة فين كسر؟ فين خرجك؟ خلينا نشوف خرجك هنا 14 8 و30 اخرج ما في مشكلة اذا انك انت دخلت على 13 34 وخرجت هنا الدقيقة من الخمس دقائق خرجك؟ لا ما خرجك الدقيقة خرجك على 14 38 هنسوي لكم اياها هنسوي لكم اياها معادلات ونحط لها خانة كده متابعة الصفقة على الدقيقة إن شاء الله لا تقفل صفقتك وهي ماسكة على الدقيقة حرام هذا الار اس اي وهذا البولينجر وهذا مين في كمان؟ مين في طلع اليوم؟ خلينا نشوف دلة دلة طبعا غير ده اللي يكسر ويرجع على الخمس دقائق وعلى الربع ساعة غير هذا شدة واحدة هذاك جاك ما شدة واحدة شو دلة ما في طيب خلينا نشوف ذيب الشيخ ذيب شوفوا ذيب الصباح اليوم هذا الصباح ها لحظة
شوفوا ذيب يا اخوان الصباح راح الكم جاب ال 78 60 تمام، وما كسر، كسر على كم؟ على 77 8. هذه الشمعة هذه كسرت 78 10، وهذا اللي بعدها هنا اعطاك، يعني انت بالصباح لو دخلت ولا اعطاك كسر دقيقة الا هنا 78 10 77 8. شايفين كيف؟ خلينا نشوف الخمس دقائق نفس الطريقة. خمس دقائق هذه الشمعة هذا الافتتاح وراح خرجك هنا كم؟ 77 90 خمس دقائق، والربع ساعة خرجك على 76 70. هذا الربع ساعة هذا اختياري عندك. شوف هنا كسر ترى سبق البروبليك، هنا في عندك علامة هنا كسر السبعين، هنا كسر السبعين على س... على على سبع على 77.5. لحظة هنا 77.5 78 كسر، إذا كسر الـ RSI قبل البربوليك كفل الصفقة هنا، ما يحتاج تستنى، ما يحتاج، يحتاج تأكيد أبو موسى على الشمعة اللي بعدها ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج تأكيد على طول، خلاص 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 كسر، كسر هو أصلا الخمسة، هو كان كم هنا؟ كم واصل هو؟ كان 76 وكسر ال 70 خلاص صعب. شوف هنا كسر ال 70 ونزل، كسر ال 70 الدقيقة، شوف شوف ونزل. يمكن تبغى الدقيقة تستنى ماشي، خمس دقائق ها من ربع ساعة، لا ربع ساعة لا. لأن الساعة ما أعطى من كم؟ من 74 إلى 78. طيب ذيب ظاهر في المنصة عليه علامة يعني ذيب يا حبيبي اخترق. ذيب هنا موجود، خلينا نشوفه. هذا ذيب، الشاشة واضحة يا اخوان ولا لا؟ اي والله ايش واضح معاكم ذيب؟ أعلى إيجابية لحظية على الشموع. حلو، طيب وينك يا ذيب؟ هذا ذيب، هذه العلامة اللي جات، شوف يا اخوان قد ما نقدر طبعا. هذه الشمعة كم الأدنى؟ 74 وأعلاها 75.5 والإغلاق 74 30. إيش حصل اليوم؟ اليوم إيش حصل؟ بناء على إيش تشتري ذيب اليوم؟ أنا سألتكم في الجروب بناء على اختراق إغلاق شمعة فدائي. والله تبغى تمشي على الافتتاح، تمشي على الأعلى، هذا شيء رجعي كلها ماشي. انا بالنسبه لي فوق الادنى تمام، اقول توكلت على الله ما استنى كثير. تحت الادنى ممنوع يا اخوان، تحت الادنى ممنوع، ممنوع هنا ما لك شغل. فوق الادنى تبدا تفكر فيه، بعد ما يخترق نفس الطريقه، تشوف الاجابه اللحظيه عندك وتركز تمام؟ 74 90 و75.5. شوف الشمعة هذه كم جابت؟ جابت 74 80. طيب هل افترقت الافتتاح؟ لا. هنا انت عاد شيء رجع لك، يعني شوف هذه الشمعة كم قفلت هنا، فتحت، فتحت 90 حلو. طب انت افرض انك دخلت في الشمعة هذه، هذه الشيء ما دخلت فيه الافتتاح ما ظاهر اخترقت موسى ها؟ وين تشرح مو واضح ايه الحين يلا افترض انك دخلت على الشمعة هذه، هذه الشمعة طيب، وهذه كم؟ الأدنى 74
واخترق ايش؟ الاغلاق 74 30. طيب هل عدى الافتتاح؟ هذه 4 ساعات يا اخوان، ركزوا معايا، ترى ال4 ساعات ليست بدقة اليومي والاسبوعي، دائما احنا نركز على اليومي. ال4 ساعات متعبة شوية، تمام؟ ال4 ساعات شوية ما هي قوية في سمعة فدائي، ما هي زي اليومي، نركز دائما على اليومي، لكن انا حاطينها في المنصة تعتبر إشارة مي بطالة. يعني لما اخترقت السمعة هنا، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، رابع سمعة مشيت. خاصة كم عندي هنا الافتتاح، ترى الافتتاح يعني يمكن انت تسدد، انا شفتها ترى اكثر من شركة، مو بس ترى مو بس ذيب، يعني ال4 ساعات نسبة نجاحها اقل. شوف كسرها لك هنا، مع انه كسرها بالمزاد وعرض، لكن مو مشكلتك. ف هنا اختراق الافتتاح راح على طول، شوف الشمعة فين وتقرر. انا شوف هنا اضفت ايش؟ هنا ما اضفت ال4 ساعات، حذفتها، اضفت اليومي فقط. ليه؟ خلاص اللي يجيني على اليومي واحد او اثنين الله يرزقني، غير كذا ما تبغى تشتغل على كل شيء، طموح مبروكه وبدائي و4 ساعات كلها هنا موجوده عندك. شوف هذا جاب العمر اليوم اعطيت هذا سمعه، وخلينا نشوف، شوف جاب العمر ايش قاعد يسوي، سمعه مبروكه، وشوف هنا نزل وهنا واقف، كم السمعه مبروكه، شوف السمعه مبروكه هذه، شوفوا بعدها راح طلع من كم؟ من 24 30 الى 27، هذه سمعه مبروكه لكن ما طلع. أبو موسى، فين تأشر أنت؟ الآن اللي ظاهر أيوه تمام الحين. انا هقفلها اختيار، هقفلها. هذه واضحه الحين، السمع مبروك يا عمر. شوف كيف واقف في المنطقه هذه، شباب الصوره واضحه؟ الصورة ثابتة. ايوه ثابته، ثابته نعم. وإيش الصورة أيوة، اللي ثابتة؟ صورة الشموع جبل عمر. ايوه خلاص تمام، هذه كم 24 60، تحط لك تنبيه او انك تكون حافظ، بعد 24 60 قد يسوي شغل. شوف هنا كم 24 54 24 60. في ناس يدخل الان يقول لك خلاص انا دخلت الان، انا وقفي وقف الخسارة عندي 23 70، خلاص 23 70 او 23 94 الشمعة الثانية، احنا خلاص بكرة خميس. وفي ناس استنى الاختراق ويحط امر مشروط، كم هنا عندي 24 60 صح؟ في ناس مو فاضي خلاص يحط الان 24 62، يحط امر مشروط شراء ويسيبه ويمشي، يحط المحفظة، عنده محفظتين او 3 محافظ، كم المحفظة اللي فيها؟ والله فيها مثلا 260 200 300 ألف، يحط 10 آلاف سهم بعد اختراق 24 60 يشتري لي ويسيبه ويمشي، خلاص ما يحتاج يكون قدام الشاشة. فاهمين الفكرة؟ ايه فهمت. عشان في ناس كثير يقول أنا عندي الوظيفة، الوظيفة لا، الوظيفة أهم من السوق، راتب وتقاعد، تقدر تشتغل، أي تقدر تشتغل بعقلك بالصبر بالإعلانات، وما عندك اي مشاكل، المضاربه فقط هي اللي صعبه اذا انت كنت ما انت متابع الشاشه. هذا جبل عمر الان، هنا نشوف الايام القادمه ايش يسوي. خلينا نشوف، عنده ماكد 4 ساعات كويس، باقي له ماكد يومي، خلينا نشوف هذا الماكد اليومي، شايفين يا اخوان اقترب من الاختراق. الصورة ثابتة عجبني يلا. الشاشة يا أبو موسى. اها لحظة، لحظة غريبة، كانت كان ينقل على طول هو بنفسه، يعني ما
طب لحظة، خليني أقفل كل ال لحظة. هذا شغلة أنتو طيب، ايش ظاهر عندكم الحين؟ الماكد الجبل عمر. شوف الماكل كيف مختلف المتوسطات، ايه هذا علامة إيجابية ممتازة، علامة تجميع، بشويش قاعد يتحسن جبل عمر. شوف شوف، ضرب خط الزقزاق هنا، ولسه مخترقنا اليومي قاعد يحاول في اليومي، وهذه 24 60، وهذه 24 54، وهذا خط الزقزاق، وهذا واحد وهذا اثنين. انت ما عليك، تكبر مخك عليك بشغلتين، 23 70 و23 و24 60، يا يكسر هذا وينزل، يا يخترق هذه ويطلع. وين اذا طلع؟ إذا طلع هذه مقاومته 27 5. وطالع عندي الآن جبل عمر اختراق أو محاولة اختراق شمعة أسبوعية. طيب اليوم جاب 16، قفل كم؟ قفل 12. طيب ما أيوه الأربع ساعات لسه، خلينا نشوف الأربع ساعات. الصورة واضحة يا اخوان؟ ايه واضح. هذا الأربع ساعات، البولينجر هنا اخترقوا برأس الشمعة ورجع، هنا اخترق شمعة واحدة ورجع نزل. الآن الأربع ساعات سليم، شوفوا الماكت كيف؟ الماكت يمشي، هذا دخول بدل نزول يوقف، في شراء أكثر من البيع، وشوف قاعد يطلع على فوق الأربع ساعات. عامل الوقت عاد صعب تحدده. الوقت صعب انك تحدده. شوف الار اس اي قاعد يطلع سليم 100%. أبو موسى، بالنسبة للماكد لما تقول إيجابي، هل لازم يكون تقاطع بس حتى لو كان تحت الصفر، ولا لازم يكون فوق الصفر؟ احنا نشدد على نص ساعه فوق الصفر وانت طالع، تمام؟ يعني شوف عندك المطاحن، شوف هذا المطاحن، شوف بعد ما اخترق الصفر هنا ايش سوى؟ هنا راح ل 73. شوف هنا كم كان هنا، شوف هنا كم كان الشمعة هذه، كان 70 30 صح؟ ومخترق الصفر راح سحب الى 73 73 90. كل ما كان ايجابي فوق الصفر كان ممتاز. والان احنا ايش؟ شوفوا اعطى يومي فوق الصفر ونزل ورجع اعطى من جديد، وهذا اختراق فدائي 71 60، هذه شمعتين. شوف نفس الشمعة، شوف وقف هنا 73 10 73 10، اها شايف؟ كسر المنطقة هذه وبعدها صارت مقاومة. كل ما كان الأسبوعي فوق الصفر، الشهري فوق الصفر، يومي أربع ساعات كان أفضل. شوف عندك أنت سناد شهري ما زال تحت الصفر، قاعد له أربع شهور دحين من 12 إلى 15، أربع شهور. طيب، في تصفية تطلع الأسهم اللي فوق الصفر أسبوعي وشهري. المشكلة الحين كيف نطلعها بين ال لا خلاص قدامك سهلة، احفظها قدامك، هذا اكوا باور، اكوا باور من 1 دقيقة هنا قدامك إلى أسبوعي إلى شهري، كلها فوق الصفر. هنا الأبحاث فوق الصفر. بوبا يلا جاوبني، يلا بوبا ايش عنده؟ أعطيني عنده اللحظي، بس عنده الأسبوعي والشهري واليومي ظهر تحت الصفر. أيوه. شوف الأسبوعي إكس، اليومي إكس، الأربع ساعات إكس. طبعا مو معناه انه مستحيل يطلع السهم تحت الصفر، لكن الحركه الحلوه
والحركه اللي نبغاها كلنا فوق الصفر. شوف الحين بابا واقف معطيني نص ساعه فوق الصفر، انا دائما اطالع في الساعه بعد النص ساعه. بعد النص ساعه لو انه شفته تحت قيعان وبدا يتحرك نص ساعه، لكن افضل شيء 4 ساعات. طيب هتقول لي ليش انت تفكر تقول افضل شيء 4 ساعات وتطالع في النص ساعه؟ احيانا الاسهم تتحرك بسرعه، اديك مثال، هذا نص ساعه، هذا نص ساعه، تمام؟ بنحط الاسماك، الاسماك شوف الاسماك، شوف هذا الاسماك، هذه ايش هي دي؟ هذه اول نسبه للسهم، صح؟ تمام. هنا النص ساعه اخترق الصفر، شايفينه؟ لحظه، هنا النص ساعه اخترق الصفر، ايش صار هنا؟ قفل نسبه وقفل نسبه وقفل نسبه. طيب هل الشهري فوق الصفر؟ لا. اسبوعي فوق الصفر؟ لا. يومي؟ لا. 4 ساعات؟ لا. فلذلك من بداية النص ساعة أبدأ أركز على السهم، وكان عنده علامة هو على إيش؟ على الأسبوعي. هذه العلامة لازم تربط الأحداث يا شباب، لازم تربط الأحداث، تربط تبغى تنجح مظبوط تصير محترف، اربط الفريمات مع بعض. هنا عندي إيش؟ ها، سمعة مبروكة أسبوعي، شايفينها؟ سمعة مبروكة، يعني أنا ممكن، أنا كنت أراقب السهم تحت عندي باخذ تصفية، أراقب قاعد، وأيضا عندي لحظة، لا ما أبغى هذا، يلا جاء ما في مشكلة، هذا البولينجا، سمعة مبروكة، والسمعة وين؟ السمعة أسفل البولينجا، هنا منطقة صيد، منطقة صيد هنا تمركز. شمعة كسر البولينجر هنا، شايفينها؟ شمعة ايوه أسفل البولينجر، شمعة مبروكة، وعن نص ساعة ايش عندي؟ قلنا ايش سوت؟ اخترقت الصفر هنا، لحظة، هذه الشمعة اخترقت الصفر، ايش صار؟ قفل نسبة، قفل نسبة، قفل نسبة 30%. أنا كنت فيها وشرحتها للشباب في الجروب وأخذت فيها ونزلتها للشباب، بس بصراحة ما توقعت إنه روح نسبة، لو توقعت كان صبرت، أخذت كمية وصبرت، أخذت هنا بعت أنا هنا. يعني أنا لو أتوقع في علامة قوية جدا 30% كان رفعت الكميات، لكن الحمد لله أخذنا 20%، أخذنا 20% بالمحفظة، أخذنا 20% ما في مشكلة. هذا النص ساعة استرق الصفر. طيب السهم رجع نزل، صح؟ رجع نزل ورجع يقفل النسب، صح ولا لا يا اخوان؟ تمام. طيب هنا كم هنا كم كان السهم؟ امس كم كان؟ إغلاق كان 24. 24، صح؟ طيب ايش سوى؟ قفل 25، صح؟ تمام. اغلاق، اغلاق ممتاز يعتبر، صح ولا لا؟ إيه ممتاز. واليوم، واليوم ايش سوى؟ كمل الصعود. قفل، كمل الصعود، والنص ساعة وين؟ ها؟ تمام فوق الصغر. يا سلام عليك. طيب هنا، هنا النص ساعة فوق الصفر هنا، لكن ما طلع الساعة ورجع نزل، صح؟ صحيح. طيب وهنا فوق الصفر وكمل، ايش الفرق؟ الفرق البرد. الباركود تحت الشموع. يا سلام عليك، عرفت ليش انا اقول لك اربط المؤشرات؟ كل ما ربطت المؤشرات اكثر، ترى في البداية حتشوف، لا يعني لا، في البداية ممكن تحس في صعوبة، لكن إذا حفظتها خلاص كل شيء في الدنيا كذا. احنا حفظنا ألف باء تاء ثاء، حفظنا الحروف عشان نسوي جمل، احفظ المؤشرات. هذا عندي هنا اختراق صفر، وهنا ايش؟ اختراق بروبليك، واخذت هنا كم في المية؟
15%. استنى، بس مع اي، شوف، مع اي شمعة حمراء يعني الواحد يعني ممكن يطلع. طيب استنى بس اكمل لك، باقي شيء واحد. الارتداد هذا اللي حصل، الارتداد هذا اللي حصل بعد ما طلع السهم نسب، الارتداد هذا اللي حصل، الماركت 4 ساعات فين؟ فوق الصفر. افضل صفقات، شوف انا جربتها، هذه افضل صفقات تسويها وفيها مكسب باذن الله تعالى لما يكون ال4 ساعات فوق الصفر بنسبة 70 إلى 80%. صعب يخونك إذا صار فوق الصفر، صعب يخونك، صح. ولعلمكم يا شباب، شوفوا النسبة الأولى، مو هذه النسبة الأولى صح؟ تمام. وهذه الثانية صح؟ ايه الماركت إيش كان هنا؟ كان إيجابي له كم يوم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، كان له 4 أيام، وهذا الخامس. يعني النسبة هذه ما جت صدفة، لا تقول أنا ما أدري. لا أنا تدري، هنا في تجميع، هنا في 4 ساعات إيجابي تحت الصفر، والسعر واقف. هذا السعر واقف، هذا يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 يوم السعر واقف. والماركت يقول لك ترى في شراء، ترى في شراء. إيش صار بعدين؟ نسبة نسبة نسبة. وبعض ضيق البولنجر يا ابو موسى. طبعا اليومي، شوف اليومي تأخر، اليومي ما جاء إلا مع النسبة، يعني اليومي هذا جاء مع النسبة في وقت النسبة في نفس اليوم، في نفس اليوم هذا. لكن أنا دائما إيش تكلمنا مع الشباب كم مرة على استراتيجيات ال4 ساعات. شوفوا أنا ركبتها هنا، لحظة، شوفوا هذه، هنا في استراتيجيات جديدة أنا قاعد أخفف عليكم أو أختصر عليكم، مع إنه لازم تتعلم أنت. ترى الفائدة في العلم، مو الفائدة انك كل شيء جاهز. لكن شوف عندك هنا، هذا اختراق ال4 ساعات وهذا اختراق اليوم. افضل صفقات تاخذها، افضل صفقات تاخذها مع اختراق ال4 ساعات واليوم. شوف معدنية ايش معطينا هنا، 4 ساعات. شوف هذا اختراق المتوسط اللي معاه، هذا متوسط وهذا متوسط وهذا ايش؟ متوسط. واحد اثنين ثلاثة. لما يخترق المتوسطات علامة، لما يكون في قاع ويعطيك ماكت ايجابي 4 ساعات، خلاص هذه علامة ممتازة. الحين هذه النافذة أبو موسى تشتغل على أي استراتيجية؟ هذه A1 A2. ايش يعني وش A1 A2؟ ايش يعني A1 A2؟ يعني ايجابيه شهريه واسبوعيه كامله. ما يجيك هنا سهم سلبي على الشهري او الاسبوعي، ما يجي خلاص. عشان ما تقول اقول لك شوف الاسبوعي شوف الشهري، ما تشوف لا اسبوعي ولا شهري. هنا مو مطلوب منك تشوف لا اسبوعي ولا شهري. هنا ما يجي سهم، كلها ايجابيه على الشهري والاسبوعي. هذا شهري واسبوعي، شهري واسبوعي، شهري يعني واسبوعي. ها؟ الماركت فوق الصفر، لا ولا كله A1، ماشي؟ ركز معايا، A1 إيجابية شهرية وأسبوعية، والماركت فوق الصفر شهري وأسبوعي. حلو؟ معايا؟ ايه تمام. A2 إيجابية شهرية أسبوعية، لكن يا الشهري أو الأسبوعي لسه ما جاء فوق الصفر. طب ليش حطينا A2 معانا؟ لأنه بعض الشركات زي صار ذاك اليوم مع الواحة وصار مع أيان، قفلت نسب قبل ما تصير A1، قبل ما تصير A1. حتى سناب ما زال A2، هذا سناب ما زال A2. شوفوا هنا العلامة A1 ما عليه علامة، هذا A1 وهذا A2. سناب قاعد يطلع ويجمع من 12 90، انا شرحته اكثر من مره في اليوتيوب الى الان، يعني 15 الان ما شاء الله تبارك الله. والان شوف ما اعطى، للان ما اعطى ايون، الى الان ايون ما اعطانا اياه.
وهو مرتفع من 12 90 الى 15. طبعا في صفقات افضل، هذا الموضوع اخر، هذا شغل احترام. لكن النسب متى تيجي؟ بعد الاي 1 دايما. هذا ما عندنا اي 1، اي 2. وهذا الاي 1 ميبكو اماك، شوف اماك من 62 وانا اتكلم عنها، هذا امنتيت، هذا ذيب، هذا منجم. منجم يا رجل، منجم اعلن ب 101 احسن اي 1 يا رجل، ما كمل راح 125. مجموعة جمجوم فارم، هذا جمجوم فارم، هذا حلوان اخوان، حلوان اخوان اي 2 من 48 ريال، ايش رايك؟ ها بعض الناس تقول لك ما في ايجابيه شهريه في القيعان، ايجابيه شهريه في القيعان، حلوان اخوان من 48 الى 67 و66 و69، شوف حلوان اخوان، ها شوف، شوف الايجابيه الشهريه، شوف من الشهر اللي فات واللي قبله، يجمع وبعد ما جاء الاعلان طار السهم من 48 49 الى كم؟ انا مصور الفيديو في شرحت السهم ونزله في التيك توك كمان. شوف شوف، طياره من اقصى تحت الى اعلى البولينجر، هذا ممنوع. شوف ضرب كم؟ 69 40، هذا ايش هو متوسط؟ هذا متوسط 50 بسيط شهري. شوف وقف هنا، مكسبه حلو كان، حيوان اخوان حلو حلو. فهنا A1 A2 طيب ما ابو بيسد. موسى، ها يعني نقول الـ A1 والـ A2 هي أفضل الشركات اللي ممكن الواحد يضارب فيها نعم تكون هي آمنة. نعم افضل، وفيها ارتفاعات وفيها نسب. انا امس اخذت سناد 14 74 على طول 15، تمام. افضل عندنا طريقتين، اي 1 اي 2 خلاص الرئيسي اللي هو شهري واسبوعي ايجابي، فالتداول فيها افضل، ارتداد اقوى. وفي حالة ثانية عادة انك انت تخش قيعان، هذا موضوع ثاني، وتصبر وكذا وتخش على القيعان او تخش مواقع التجميع. هنا ما في تجميع، هنا كل شيء انتهى خلاص، زي انساب. شرحتها الراجعي اي 1 من بدري، مو من دحين. معدنية اي 2 متى صار اي 2 معدنية؟ ها خلينا نشوف، مخترق، اوه مخترق شهري وطلع ورجع كسر ورجع طلع. شوف انا ما ادري عنه معدنية، اذا ما لو ما حطيته عندي ما ادري عنه، ما ادري عنه. وطب الاسبوعي، ها حتى الاسبوعي مخترق، ها شوف الاسبوعي، شايف كيف؟ طيب التعامل مع زي كذا صفقة أبو موسى، أول ما يخترق المتوسطات الماكد ولا تبدأ الإيجابية فيه؟ والله فول ساعة، إذا كان معطيك فول ساعة إشارة دخول، إذا أعطاك تقاطع 4 ساعات إشارة دخول، إذا أعطاك تقاطع يومي دخول، بناء على إيش؟ بناء على السعر. كل ما كان السعر ثابت أو بداية تحرك كذا أنت تمام، كل ما ارتفع أكثر أنت عندك مشكلة، لأنه ما زي بعض، فاهمني؟ يعني اعطاك تقاطع 4 ساعات ومرتفع السهم 6 7% مالك فيه. اي سهم يعطيك تقاطع في ارتفاع ما زي بعض خلاص طلع، مالك ومالك.
خلاص عندك فول ساعة يعني إيجابية كاملة نص ساعة، وعندك 4 ساعات، وعندك يومي. خلاص شفت السهم ثابت على الساعة، استنى 4 ساعات، شفته تحرك قلبات سيولة، فكر بس ميزة 4 ساعات صعب انه ايش؟ انه يجحفل يعني. شوف العقارية، خلينا نشوف العقارية. شوف العقارية اليوم مرتفع صح؟ كم العقارية راح؟ راح من 24/2 ل 24/96. ايش عندنا؟ عندنا هنا في اختراق فدائي، شوف. هذه العقارية اختراق فدائي 2. ركز معايا. يعني عندنا اختراق فدائي 2 العقارية. كم عندنا هنا؟ 24 14. حلو. ايش هذا؟ ما نبغى ذا الشهر. أربعة وعشرين أربعة عشر، وهنا الأعلى 24/18. خلاص اخترت تدخل معه. طيب هذا فدائي، وهنا عندي إيش؟ العقارية 4 ساعات. شوف هنا اخترق الـ RSI، وهنا اخترق إيش؟ شوف شوف اخترق الماركت. من يوم ما الـ4 ساعات اخترق المتوسطات، هذه علامة أكيد اخترق الساعة قبل. بين الساعة هذا العقارية ساعة، شوف شايف الساعة؟ ما فهمت صح؟ أعيد، أنت عندك العلامة الأولى لما يعطيك فل ساعة، لما يجيك هنا فل ساعة من دقيقة إلى الساعة هنا، أعطاك ساعة تروح طالع في السهم، تشوف السهم عليه طلبات، عليه سيولة، أخضر أحمر، تمام؟ والله وضعه طيب، توكل على الله، سيولته طيبة، في طلبات، توكل على الله، والله ما في طلب عليه، سيولة خارجة، اصبر، انتظر الـ4 ساعات، السعر هو اللي يحدد، مو الماركت، السعر هو اللي يحدد. فهمتني؟ معك 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 السعر هو اللي يحدد. يعني شوف فقيه، بالنسبة شوف فقيه، هذا فقيه، شوف ايش معطي، معطي فل، شوف معطي 4 ساعات، شوف شوف الـ4 ساعات. طيب هذه 4 ساعات، ركز معي بالله عليك، شوف هنا 4 ساعات يوم واحد، وهنا 4 ساعات يومين، هنا 4 ساعات، وش صار؟ شوف 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 اخترق المرتين، هذا واحد. اثنين استمر، هذا يوم يومين. ثلاثة اخترق الصبح، شايف كيف؟ هذه العلامة الأولى. هذه الثانية، هذه أقل من ذي، ممكن تطنشها. هذه اشتركت. أنت عندك على الجهاز البرنامج صح؟ لا باقي ما أرسلت له يا أبو ماشي. عندك الرسومات هذه؟ لا لا باقي ما أرسلت للمنصة أنت. طيب لو ارسلتها لك تشتغل على طول معك؟ على اهلي ها؟ كيف؟ لا لا على سكرتشات إيه أنا رابطها مع الأهلي. طيب خلاص شوف شوف ايش عندنا. هذا متوسط، ايش هذا؟ هذا متوسط 100 بسيط، 4 ساعات. شوف هنا انكسر وقاعد تحت، وقديش الان ها قاعد يحاول. شوف البرب، شوف البرب ايش يعطيك. طبعا انا ما اقول هدف، بس عشان تكبر مخك، تكبر المدى حق مخك. شوف يقول لك هنا، يقول لك في احتمال اروح 70. شوف بعد يقول لك، يقول لك ما في مقاومه عندي على 4 ساعات، احتمال اروح 70. عشان انت ما تقول والله انا ما توقعت يروح 70، لا احتمال يروح 70 هذا على 4 ساعات. نروح على اليومي، خلينا نشوف اليومي ايش يقول. خط الزقزاق ايش قاعد يقول؟ ها هذا القمة الأولى، وهذا الخط شمعتين، هنا انكسر، هنا خلاص زكزات 10 انكسر، حلو، وهنا متوسط ايش؟ 50 اخترق. طيب ممكن يروح 70، تدري ولا ما تدري؟ عندك القمة السابقة هذه
عندك ممكن نروح شهري. نروح للشهري، نروح للأسبوعي. الشمعة هذه فين؟ الشمعة هذه اخترقت خط الزقزاق، كل خطوط الزقزاق شوفها كلها اخترقت. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. في مدى؟ ما في مدى. في البرابلك عند 64، وفي القمة السابقة. خلينا نشوف الشهر. الشهري ما في شيء، الشهري ما في شيء، ما في. تفضل تفضل. الفدائي واحد باثنين، يعني يوم أو يومين ولا؟ نعم، المحاولة الأولى، المحاولة الثانية. طيب وين الفرق بينه؟ في شيء على الشاشة هنا في ال نعم، هنا مكتوب لك، شوف هنا مكتوب اختراق شمعة فدائي، هنا فدائي اثنين. هذا اليوم الأول وهذا اليوم الثاني. أنا أمس سويتها باختصار ل 69، ترى يعني زحمة، صح ولا لا؟ صحيح. هنا 26. طيب أبو موسى، بالنسبة للظهور علامة الصح هذه، أول ما يخترق الأدنى ولا الإغلاق ولا إيش؟ بالنسبة للفدائي أيوة. أنا فوق الأدنى أبدأ أركز عليه. أنا أمس لا لا، أخذت، تطلع الإشارة أصلاً، هو أول ما يخترق الأدنى ولا الإغلاق؟ لا مو بس الأدنى، لا مو بس الأدنى، في علامات لحظية أخرى موجودة، يعني زي السيولة مثلا، زي في علامات أخرى موجودة، يعني ندمجها مع الشمع. لأنه ما ينفع إنك أنت اختراق الأدنى مثلا عندك هنا أحيانا يطلع عندك سلبية عالية على على الايدكس، ما ينفع. فاهمني كيف؟ يعني الحين كيف أطلع أحسن سهم في المجموعة دي؟ الماكد أول شيء، على اليمين الماكد إيه يكون كله فل. يفضل، يفضل ماكد يومي و4 ساعات، حلو. يفضل ماكد يومي و4 ساعات. هذا واحد. اثنين السيولة، شوف السيولة قدامك، شهري أسبوعي يومي، حلو. ثالثا الايجابيه اللحظيه اللي فوق الصفر هذه، شوف هذا عندك واحده تحت الصفر، هذا برضو ماكد، ها؟ ماكد، هذا الماكد اللحظي دقيقه صحيح. 5، وهذا فوق الصفر. يعني اللي على اليمين ماكد ايجابي تحت الصفر متقاطع، هذه اي ماكد هذا، فوق اي الصفر. سلام، هذه فوق الصفر، وهذه الايجابيه والسلبيه، حلو. يعني زي مسك هنا، مسك معطيك تحت الصفر، هنا في مشكلة عنده، هنا هذه مشكلة تحت الصفر من 5 دقائق إلين ساعة، هنا مشكلة دي. يعني أنا ما أفتح صفقة هنا حتى لو اخترق فدائي. ها خلينا نشوف، خلينا نشوف هذا فدائي كم، شوف شوف هذا فدائي الأدنى 35، هنا 37 90، دوب وجاب الأدنى، دوم وها يحاول. وهنا، هنا شوف هذا اختراق فاشل، شوف لحظة، معطيك ماكد يومي سلبي، شوف ومعطيك أربع سلبي، ومعطيك ساعة سلبي تحت الصفر، هذا ما تطالع فيه. هذا تحتاج إيجابية أفضل، شوف قاعد يحاول في نص ساعة، قاعد يحاول فين؟ في نص ساعة، حتى ما أعطاك نص ساعة. شوف لسه، شوف اوكي، ليش اخذت الزامل انا امس؟ انا شوف، شوف الزامل، لحظه، هذا الزامل كان يحاول في نص ساعه، شوف الشهر ايجابي فوق الصفر، الاسبوع ايجابي فوق الصفر، اليوم سلبي تحت الصفر، ال4 ساعات ايجابي معايا، ال4 ساعات ايش؟ ايجابي وفوق ايش؟ الصفر معايا، هذا اليوم ال4 ساعات ايجابي فوق الصفر. وشوف اليوم، شوف انا اخذت على هذه، هذا فدائي، لحظة، هذه فدائي 26 60، كسرها امس 20، ما له شغل،
لقيته ب 26 80 طلبته. وقفي كم؟ وقفي كم؟ 26 60. اليوم فتح 80 وضرب 70 وجاك على فوق. وقفل كم؟ قفل 27 ونص. معايا؟ قلت لك مسك لا تمام، والزامل ايوه. سابق هذا كان مفلي، سابق اخترق فدائي واحد، هذا امس، شوف هذا امس اخترق فدائي امس 73 70 73 40، واعطى كم؟ اعطى ريالين تقريبا، ريالين، وكان مفلل كل يومي على 4 ساعات، على نص ساعة، على ساعة، على كل شيء، على شهري مسك الطريق. المطاحن اخترق فدائي، خلينا نشوف هذا الاسبوعي، كان عنده اسبوعي، كمل اسبوعي 71 20 حلو، وكمل يومي هذا اليومي 71 60 وروح. طبعا لسه نحاول على اللحظة نزيد بعض الشروط، يعني شوف هذا كان ميت اليوم، هذا كان ميت اليوم، طايح تحت مو قادر، من امس طايح، مشتراته ضعيفه، بس مع السوق مؤشر اخضر. شوف 14 80 14 80 14 84، ما كسر ما كسر. واليوم ايش سوى؟ هذا عندك الافتتاح 8 راح ل 6، بس سرقت. جالك تسلم يا ابو مشا. بالنسبة له متساوي له معادلة، في لو متساوي اسبوعي، هذا يومي، لحظه هذا يومي وهذا اسبوعي. شوف الاعمار عندك مثلا، يعني يعلمك، ترى يقول لك السهم ماسك نفسه، ترى السهم ماسك نفسه، ترى السهم ما كسر. شوف شوف 75 75، هذه 75 وهذه 75، طلعت لك السهم، طلع في التصفيه هنا. إذا طلع لك لو متساوي تروح للشمع على طول، خلاص وقفك 75، أنت عارف رأس مالك 75، طلع لك ب 76 ريال منظور، ريال نص منظور، فين وداك؟ وداك 79. أيضا هنا عندي كم الإغلاق؟ 76 30، اختراق الإغلاق دخول، ثلاثة شموع حمراء، اختراق الإغلاق دخول. هذه موجودة التصفية عندك، شوف مش مكتوب، ثلاثة أحمر واحد أخضر عليه علامة. تخبر معادل، معادل طلعت هنا، شوف الإنماذ الحين مثلا، الإنماذ يعطيني فول ماركت، باقي الماركت اليومي قاعد أراقب من بعيد لبعيدة. إلى الآن الصورة خارجة، الأسبوعية والشهرية قاعد أراقب من بعيد بعيد. شوف يا شعبان، خلينا نشوف اللون المتساوي، شوف 29 5 29 5، شفت كيف؟ هذه 5 وهذه 5 وهذه كم؟ 29، هذا فدائي. حتى هذا فدائي مهم، هذا فدائي يعني 29 85 65 ونص، اختراقه ممكن يسوي شيء للساعة. احنا 1 2 3، باقي 4 وباقي 5، قبل ما يخترق شوفها، قبل هذا ممكن يسوي، شوف 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 الادكت بدأ يعطي فل هنا، والماركت بدأ يعطي فل على 4 ساعات، باقي اليومي. طيب نشوف اليوم، نشوف شوف اليوم كيف قاعد يقرب، بس تحت الصفر يفضل تنتظر الاختراق، يفضل، مو معناها مستحيل يطلع لا، لكن يفضل اذا كان اليوم تحت الصفر تنتظر الاختراق، لان السهم ثقيل، سهم شويه فيه ثقل، وهذا 4 ساعات. خلينا نشوفه، شوف شوف قاعد يحاول، شوف من النزول من فين
النزول من 31 70 ما اعطاك دخول على 4 ساعات. شوف هنا حاول حاول ما زال اختراق الاربع ساعات هنا. ها شوف قد تكون علامة جيدة هنا اختراق الاربع ساعات، وعنده خط زقزاق هنا 29 60. نراقب الايام القادمة. هذا قاع القاعة الان ترى الانماء في قاع القاعة. شوف الاسبوعي وين، شوف هذه علامة. انا لازم اسوي شرح كامل على المنصة. شوف شوف اسبوعي وين، دائما المناطق هذه دائما في الغالب 90% هذه مناطق ارتداد. شوف هنا ارتد من 21 وراح الى 31، تخيل هنا ارتد من كم؟ من 25 وراح الى 35. خلينا نشوف هنا ارتد 30 صح، يعني شوف ما في 100%. هذه واحد ارتد، هذه اثنين ارتد، هذه ثلاثة ارتد، هذه أربعة ارتد، لكن 100% ما أقدر أقول لك 100، لكن ناجحة بشكل كبير. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نشوف الشمعة دي ايش تسوي. يمكن المؤشر ينزل ويطلع يعكس، منتظرين احنا. مشكلته الأسبوعي كسر الصفر، شوف مشكلته أنه الأسبوعي كسر الصفر. ركز معايا، أنا شو وريتك الآن؟ وريتك كم مرة ارتد صح؟ هذا أبو لينكا، صحيح. قلنا هنا ارتد صح؟ طيب هنا كان كسر الصفر شوية، طيب وهنا ارتد، هنا كان فوق الصفر ما عنده مشكلة، لكن الآن رجعنا تحت الصفر، رجعنا المستوى للأسف أقل من المستوى. شوف طيب أنا إيش أتوقع الآن؟ أتوقع فشل الارتداد يمكن، وإذا نجح الارتداد أتوقع أنه يطول معايا، يعني لازم تزيد الصبر عندك، لازم لازم هنا تزيد الصبر. مو تقول تبغى تشتري على طول، استنى اختراق اليومي، لا تدخل، ها استنى خلينا نشوف النص ساعة، لا شوف أنا إيش أسوي فيه، أفتش عليه لما أطلع علامة. شوف النص ساعة هنا ما نفعني، لحظة هنا النص ساعة ما نفعني، النص ساعة هنا ما نفعني، ما أبغى نص ساعة، أروح للساعة. طيب شوف الساعة شو يسوي قاعد، الساعة الأيام اللي فاتت اخترق؟ لا ما اخترق، كان مخترق الساعة هنا لما وصلنا 33. شوف هنا واضحة؟ واضحة؟ واضح واضح يا موسى. هذا كلام مهم يا أبو، مرة مهم، مرة مرة مهم. هذه هنا عندي الأربع ساعات كان فوق الصفر ورحنا الى 33. طيب من بعدها عندنا جلسه اثنين، كم لحظه حط الايام، ها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 يوم، والسهم تحت الصفر. شوف ايش يبغى يسوي هنا، ها يبغى هنا، حاول ما قدر، معناها اذا اخترق الساعه وثبت على الساعة هذه علامة جيدة، ممكن آخذه ب 20% من المحفظة، ما في مشكلة لأني قريب من القاع. شوف شوف قاعد يحاول النص ساعة. طب نروح لأربع ساعات، في 4 ساعات لما كنا هنا كان 33 وبدأ يمشي، كم جلس الحين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعيد الأربع ساعات بعيد صراحة، يعني ممكن تعتمد على اختراق الساعة و إيجابية اليومي. ترى اليومي لسه ترى ما أعطى إيجابي، ممكن تستنى إذا قرب مثلا تقول إيش؟ لا حلو. إذا قرب مثلا كم هنا مكتوب؟ 5891 5500، كل ما اقترب كان علامة أفضل. نشوف هذا اليوم مساوي الحين يومي، ونتابع بكرة السيولة كم، السيولة خارجة 19 مليون خارجة صعبة، وحط لك 200 ألف هنا، نشوف احنا مع بعض، نشوف العلامة تجي بكرة بعد بكرة بعد 3 أيام، ما ندري. برضه استقالتك سلبي؟ الانعكاس ده على الشموع يا ابو موسى بالنسبه للبولينجر مع البولينجر، ولا انه وصلت مناطق
ما عندك الا بولينجر، انا غيرتها اليوم في بولينجر فقط فقط، الاسهم اللي تشتري بولينجر، تكافل الراس في كاسر، كاسر على 4 ساعات، شوف هذا كاسر على 4 ساعات، كسر 4 ساعات وارتد كم، كسر 4 ساعات كان 89 وجاء فتح وارتد 3 ريال، كسر هنا على 4 ساعات شوفوا 92 وقاعد يطول وراح 198، وقلت لك سابقا ترى جودة ال4 ساعات في اجتماع ما هي قد كده، الماكد ملك، أما في اجتماع ما هي قد كده، عندنا هنا الإنماء معطي يومي، عندي أسبوعي قصدي، عندي سيسكو هذا خليك خليه يقول لي أنا توبي توبي، شوف ايش معطيني، معطيني يومي، اليوم كان فرصة، ترى فرصة اللي عنده كاش زيادة، بس شوف ايش سوى توبي، كسر بولينجر، كسروا هنا شوف 94، كسروا هنا 96، وين راح؟ شوف 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 المكسب، شوف هنا المكسب، شوف شوف هنا كسروا يومين، واحد اثنين، وين راح هنا؟ راح ال68، واليوم اللي بعده 82، شفت؟ ورجع كسر من جديد، اعطاك 96 ورجع مره ثانيه كم؟ 22 قفل. هنا تلقط انت على الكسر، اول ما السمعه تكسر تحط طلباتك. افضل فريم الاسبوعي. السلامة طيب، هي تظهر العلامة أول ما تطلع الشمعة خارج البلنجر من أسفل. أو أول ما تكسر هنا كده تطلع، شوف هذا 25 70 كسر تمام، وأعطاك ريال كامل، شوف قدامك هذه 25 ممكن 70 مع نزول السوق يا أبو موسى، ولا كيف؟ زور السوق، ولا ممكن لحاله، السوق الآن مؤخر، السوق الآن مؤخر، إلا طيب توبي معطيك هذا الآن، عندنا الآن سلامة على الإنماء على الأسبوعي، ومعطيك سلامة وولاء وتوبي وسيكو السعودية على اليوم، وهذا تكافل الراجع معطيك 4 ساعات، والاستثمار هذا استثمار ايش ده؟ الاستثمار ريت معطيك ايش؟ معطيك شهري كمان، هذه اتابعها اثناء السوق ابو موسى، ولا بعد ما يقفل طالع في هذه؟ لا انا تابع، انا لقطت قبل فيها المعادن قبل كذا، لقطتها فيها شرحتها، اثناء السوق. لقطت ايوه، ما في زحمه، 7 شركات وتشوف عاد تمام. انت يعني، شوف طيب، توبي اليوم في شيء استفيد منه بعد اقفال السوق، مثلا نافذة معينة طالع فيها اذا في اسهم نعم ايجابية نعم للطرح؟ في انعكاس على السموع، هذا تفك الصفحه كده، انعكاس على الشموع، تشوف هنا عندك الشموع اللي قفلت فدائي، هذه اللي قفلت فدائي اليوم، بدر رابغ، نسيج، الابحاث، بن داود، الالماني، هذه كلها، والبحر الاحمر، مكه، هذه قفلت فدائي، هذه تركز عليها بكره، هذه اللي قفلت فدائي، شايفها؟ هنا بدون تصفيه، هنا ما عندنا تصفيات، هنا ما في تصفيه، هنا عندي ما عندنا شمعة مبروكة 4 ساعات، ما عندنا، طيب شمعة مبروكة يومي، عندنا البحري، لومي، منجم، الرياض، البلاد، مارينا، هذه الشمعة مبروكة يومي، ما هذا اليوم المنجم ضرب 18 رجل سوى قاع وأعطى شمعة مبروكة، وهذه شمعة مبروكة أسبوعي، رعاية وجدوريت والخبير 20، وهذه شهري، لوبريف شهري، السيف جاليري شهري، شوف لوبريف، هذا لوبريف شمعة مبروكة شهري، شهري إلى الآن، إذا قفلنا آخر الشهر تعتبر مبروك، يكون الدخول بعد تجاوز الشمعة المبروكة أو الفدائي، صح؟ لا حسب حسب يعني، هذا لوبريف أعطى دخول على الأسبوعي، ما نستناه احنا، هذا نزل ابو فيصل ما قصر، حطه في الجروب وانا شفته، حطيت تكلمت عنه، شوفه هذا مخترق اسبوعي، ما احتاج انتظر، اخترق ماركت اسبوعي وهو في قاع، تشوف كم اسبوع لنا احنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اسبوع
بين ال 130 وال 120 انت في القاعه هنا، واعطاك استراد اسبوعي ما يحتاج تصبر، استراد اسبوعي ما يحتاج تصبر، ما خاصه اذا كان قاعد. بس هو عنده 3 ريال و60 يعني جايه، تمام؟ عنده 1.10 لوبريف الاعلان 3 ريال و60، عشان كده برضه تحرك هيوزع 3 ريال و60 هلله، انا حقيه يوم 1.10. واحد عشرة يوم كم؟ يوم الثلاثاء القادم، يعني الحقيقة يوم الثلاثاء القادم. نكمل؟ أي نكمل؟ بس ما في شيء. عندك هنا اللون متساوي يومي، لازم أضيف الأسبوعي. شوف كثير الشركات يومي، كثير كثير. لحظة، تمام، إنك أنت نبهتني الحين، خليني أضيف الأسبوعي. نضيفه هنا على طول هذا الأسبوعي. أنا كنت حاط شهري على فكرة، تمام، خلينا نحطها هنا. اللي ذاكر يستفيد، اللي ذاكر يستفيد. والله الشهري مرة جابت لي كم سنة، ترى أنت ما تركز ما تحفظ. شهري جابت لي، عارف جابت لي مين؟ جابت لي علم، علم ب 800 وشوية، جابت لي علم وينقذ يا ابويا. هذا يومي وهذا. ايش رايك نحط شهري؟ ما دامك معانا ونبهتنا، نجيب معادله من شاري المعادله. ممتاز وأقوى يا أبو موسى، ها؟ شاري ممتاز وأقوى، يعطيك ارتداد أقوى. ايوه، خلينا نشوف. ننسخ المعادله، نحط شهري هنا. لازم يحطوا لنا ربع سنوي، ترى ما عندنا ربع سنوي. شوف كيف، شوف. انا صرت التعمير على 23 وشويه، ربع سنه واختراق ماكو. شوف كم دحين، 27 70 ما يبغى ينزل. والله اني قلت رايح، بس هو بعته الحمد لله بمكسب، اعطاني فرصتين، بس لما نزل اخر مره ترك، ما ذكرت زين. 25 ونص اختراق الاسبوعي، ما ذكرت زين، الحمد لله لقينا غيره. تستعجل انت ابو موسى، تستعجل، في غيره ايش اسوي له طيب؟ لازم نزوجك الثاني عشان تركض. ما هو ذا الحل الوحيد، هذا هو الحل الوحيد اللي ما يرفضه احد. طيب خلينا نشوف لو متساوي شهري نعطاك. يا الله، أماك إنما شوف اللي لقطه بدري، اللي لقط أماك بدري. خلينا نشوف أماك لو متساوي شهري. طيب ندخل عليه، شوف 59 20، 59 20، وهذه جات الشمعة وروحت. شفت؟ طبعا يطلع المعادلة، أنا حاطها على هنا وحاطها على هنا، تطلع لك هنا وتطلع لك هنا. أنا منزل على اليوتيوب والله على 59 ونص، منزل إنه ممكن يسوي ارتداد، وسوى ارتداد، لكن الناس حطت طلباتها ريالين ثلاثة بيع وخلاص. على فكرة 63 مع ارتفاع الذهب والنحاس أعطى استثمار، وأنا قلت أماك استثماري، أمانة استثماري، وفعلا أعطاهم الآن 11 ريال. خلينا نروح لها من جديد. هذه حلوة بدون بدون طيب، هذه اللي كسرة 5 دقائق، هذه ما صعبة بصراحة، حطيتها بالصعبة. هذه وسط السوق لما السهم يكسر ويرجع، شغلانة يعني، عارف ما كيف؟ تستاهل.
هذه نرجع لها مثلا كل نهاية أسبوع ولا كل نهاية شهر شيك عليها؟ والله المبروكة لا بدائي والمبروكة كل يوم. لا لا، أقصد الثانية ذي اللون المتساوي. اللون المتساوي اليوم كنت ترجع كل يوم، هذا كلها معطيه يوم. شوف انا هنا بالسعوديه معطي يوم، المغذيات يوم، بخاريه شوف اليوم طلع اليوم البخاريه شفته في المناخ، الخليج التدريب اعطاه، العثيم اليوم اعطى، انعام شوف انعام امس ابو فيصل نزل في جروب اختراق اسبوعي، هذا انعام ها لو متساوي يومي واسبوعي ها قبل ما يطلع. شوفها شوف 1/8 1/8 وجاك هنا كم؟ جاك طالع. شفت ليش انا سويت هذه فدائي؟ ليش سويت هذه فدائي الحالة؟ لانه هنا في لون متساوي موجود، هذا نعم هنا لون متساوي مع الشموع، في لون متساوي وفي ايضا شموع مبروكة وفي الشموع اللي هي ايش؟ فدائي، وفي كمان هذه ثلاثة أحمر وواحد أخضر، ففي زحمة شوية. خلاص حطيت لك فداء الحلقة. مخمخ معاها يا حبيبي. نرجع خلينا نرجع نشوف. والله لو متساوي شهري شوف كيف. جاب اسمنت الجوف، اسمنت الشرقية. جاب نمر الكيماويات. شوف النمر جابها من كم؟ خليني نشوف 26 60 26 60 هذه نما ما ملك فيها خلها تولي. بس شوف هذه شهرية، هذه ثلاثة أحمر شهري، ترى السيف قدري قاعد يطحن في مكان واحد، شكله مو طالع، شكله مو طالع، يحاول يلف يدور ما في فايدة. فقيه معطيني شهري واسبوعي، فقيه معطي ارتداد شهري واسبوعي. شفتوه؟ والله أخذت فيه كمية اليوم يا مرشد، انا اخذ من امس، والله اخذ من أخذت امس. اليوم 58 70، كم هدفك؟ ما أدري والله باقي ما طلعت الأهداف، بس بشيك عليه في الليل إن شاء الله، لأنه مخترق قاع مكسور على الساعة، يعني ممكن يجيب القمة حقته أقرب هدف. 65 قصدك؟ والله ماني متأكد كم القمة الأخيرة اللي سواها. 60 90 القمة الأخيرة. بس تراه ماشي بشويش، وكان يضغط، أنا شفته يضغط بال 57 40 ويضغط بال 57 ونص ويضغط. والله طيب أنت ما دامك تبغى تضغط وتبغى تبيع ليه ما ينزل 54؟ ما يبغى ينزل. بس وشوفوا طلعوا ذي. انا بالنسبه لي بزيد الصبر، الريال ما ابغاه، الريال انا اخذته 58 10، مع العلم كان عندي زمان وبعته عشان اتحرك في السوق، لقينا الحمد لله احسن منه، لقينا تنميه، لقينا اكوا باور، لقينا بعنا اكوا باور حطيناها فيه. تنمية ممكن يرجع لمنطقة تبادل لا الأدوار. ما ادري والله، تنميه اعطى 10% اخترق اسبوعي واعطاني 10%، قلت له السلام عليك وكتبتها في الجروبين 152. صادق والله، شفته بس لو يرجع الآن 140 138 ممكن ما يقومون في أرباح، المنطقة. أرباحه ما تساعد يا ابو أرباح، آه. والأرباح الأرباح ريالين وربع 6 شهور على 140 ريال ترى ما تساعد. بس أنا ليه أخذته وليه شرحته وزدت شرحه؟ كان مؤشراته قوية مرة، يعني كان مؤشره قوي ما يا رجل، كنت نايم، انا كنت نايم وقمت كنت قاعد على السرير وقمت من السرير وفتحت المحفظه واشتريته، لانه اذا انت تعلمت المنصه هذه يا ابو، اذا تعلمت وفهمت تشتري غصبا عنك. والله لو المؤشر احمر، لو في حرب، لو الصواريخ في العالم تشتري غصبا عنك تشتري. ليش؟ لانه في مؤشرات اذا عرفتها وحفظتها وانا قاعد اعلمكم اياها بإذن الواحد الأحد يطلع، يعني يطلع. أنا
اشتريت ما في 36 خلاص طالعه يا رجل، فل فل فل، واختراق 4 ساعات وراء طلبات وروح 36 دق 200. وبعدين مضاربه كويس، ما هو زي المنجم يجننك يطلع وينزل، خلاص 3 4 ايام وجايب لك 10%. سلام عليكم. المنجم غثيث المضارب صراحة. متعب متعب المنجم، بس ترى ما قصر معانا. انا شرحته على الاختراق الفدائي وعلى الاعلان، الاعلان حقه ب 101 وب 104. حتى واحد من الشباب كان عنده المطاحن، قلت له اقول لك يعز علي، قلت اقول لك خلك كلها في المنجم، ما سمع كلام. وبعدين باع المطاحن، قلت له المطاحن الحين دخول، قال كيف كذا، ويلك اخترق اسبوعي، انا اخترق اسبوعي، ليش اسوي لك؟ المنجم بالنسبة للمنجم شركة جدا قوية جدا قوية، ومن أكثر الشركات اللي كسبتني يعني، أعطتني وحط كمية تمس يمشي معاك 10 ريال 7 ريال يمشي. متى يخترق القمة؟ متى إن شاء الله؟ أنا معاكم طبعا. الإعلان القادم، الإعلان القادم تحت المجهر، إذا بيعطي ربح سنوي فوق ال5 ريال معناها بيترك ال120 ويروح لل140 150. الإعلان هو كل شيء اسمه. طيب كيف تحسب يا أبو موسى الأرباح مع السعر؟ يعني يا كيف سلام تقدرها؟ عليك. هل هو مناسب ما هو مناسب؟ السعر، الربح السهم كم؟ ربح السهم قلت منجم ريال ونص ولا؟ منجم معطي 4 ريال اخر ربع ريال 90 هلله، اخر ربع للمنجم ريال 90 هلله، يعني ممكن اخر السنه يعطيني 8 ريال. إذا استمر على نفس ال ايه ممتاز. ونزلوه نزلوه وضغطوه، ليش؟ لانه كان عنده انخفاض في الربع 44%، وضغطوه وجاء الخبر الجديد حق التملك اللي هو تملك بلدي ورفع السهم الان. لو يعطي ريالين ريالين ريالين، يعني ريال 90 كل ربع 8 ريال، 8 ريال يا ابوي يحبه من 160 الى 180 الى 200 حسب المضاربين، حسب يعني ما اقدر يعني. لكن شوف عندك جمجوم فارما ربح السهم السنوي 6 ريال، جاب 200 ريال، يعني شركة أدوية، لكن هذا شركة أطعمة. النشاط يفرق، نشاط يفرق. عموما إذا أعطى 8 ريال ال 160 ممكن تشوفها. بس كيف أحسب إنه السعر، هل السعر عادل مع الأرباح ولا لا؟ خلاص الريال ربح، إذا أعطاك 4 ريال سنوي ما يقل سعره عن 100 ريال في الغالب. كيف حسبته طيب؟ كيف أحسبها؟ هذا سر السوق. أغلب الشركات اللي تعطيني ربح السهم 4 ريال تلقاها 100 ريال وفوق، وبعضها 130 و140. بس يعني يعني بدون حسبة يا أبو موسى كذا يعني. هو مو بدون حسبة، هو معلن، هو قال لك ربح السهم أيوه 4 أدري، بس أنت الحين لما قلت لي مثلا أفلون، قلت هذا السهم حقه مش ما هم انا 200 اقول هذا، هذا انا اقول لك أساس أرباحه ريال و30 هلا لا ما أدري. هذا فلوس حلو. شوفوا كم 6 شهور اعطاني، 6 شهور كم؟ ريال و56 طيب اخر السنه بيعطيني، لو اعطاني نفس الربح كم بيعطيني؟ 3 ريال. كيف 3 ريال ب 140 ريال؟ أجل كم يعني، كم السعر العادل حقه؟ أنت كيف طلعته يعني إذا كان ما بس 3؟ يا حبيبي انا ما اقدر اقول لك، يمكن عنده هو، يمكن الصندوق اللي ماسكه، يمكن عنده هو مستقبلا توسعات ضخمه وماسكينه على اساس انه بعد ما يتوسع. هذا موضوع اخر، يعني زي عندك الوطني للتعليم أنا عنده معك مدى. أقصد لك أنت، ما ترى ما فهمت سؤالي لحد الآن. أنت كيف تحدد السعر العادل بالنسبة للأرباح؟ انت قدامك ريال ونص يستاهل 140؟ كلام يعني فاضي. أنت بس كتخمين يعني، ما هو ما هو بحاجة تخمين، حسابية. لا لا مو تخمين، من 30 سنة هذا السوق، مو تخمين هذا السوق. يعني أي سهم يعطيه فوق 4 ريال هذا أقول لك، فوق أنت المية. إذا أنت عندك خبرة في العقارات أو خبرة في السيارات أو خبرة في الغنم، ما تعرف تقيمها؟
يعني انت التقييم من باب الخبرة بس، مش مسألة حسابية يعني. من باب الواقع، لا مو حسب، من باب الواقع، اي تمام، الواقع. انا فكرت انه له حاجة حسابية يعني تطلع منها السعر العادل للسهم. لا لا، من باب الواقع، من يوم ما عرفنا الاسهم هذه اذا كان اعطاك ربح السهم ريال حقه كده، فهمت؟ يعني تعال عند السنوات اللي فاتت، اي سهم اعطاك ربح السهم ريال دك 70 80 ريال، اي سهم في الغالب اذا اعطاني ربح ريال يدوك 70 80. عندك النبيب السعوديه لما اعلن ب 42 على طول 80 ريال، شو اسمه الجوف الزراعيه كان ب 55، اعطى اعلن ريال دق 70 على طول دق 70. هي ربح السهم الربعي ريال بين 70 و 80 ريال، هذا الواقع اللي انا شايفه بعيني في السوق، تمام. ما هو كيف ولا على مزاجي. الان عندك المطاحن مظلوم سعريا الا اذا في شيء احنا ما نعرف. هذا المطاحن شوفوا، المطاحن تعالوا شوفوا المطاحن الاولى، ها تعالوا شوفوا الاخبار كم ربح السهم، ريالين 23. تدري انه ربحه نفس ربح تنميه ولا ما تدري؟ ها يعني لازم يطلع فوق ال 150. لا، ما اقول 150، المفروض 100، المفروض 100، اذا اعطاني 4 ريال و40 هلله المفروض 100. انا المنجم قاعد سنتين منجم، ربح السهم 4 ريال والسهم قاعد بين 60 و70. يا جماعه يا جماعه ايش وروح. بس هو الصناديق او التجار او المستثمرين او صناع السهم تراهم السهم الجديد ما يستعجلون فيه، انت عارف ياما اسهم كانت جديده ارباحها ممتازه وفجاه فلست، وانت عارف صح؟ صحيح صحيح. قلبت لا خسرانه، لذلك تلقى السهم في البدايه ما يتفاعل. اذا ثبت السهم السنه الاولى السنه الثانيه شافوا السهم عنده توزيع، يا رجل يا رجل يا رجل، المطاحن الاولى موزع، يا رجل شوف التوزيع حقه، يا رجل يا رجل شوف شوف. لا موزع ريال و55 يا رجل، النصف الاخير من 23 وزع ريال و40 هاي، والنصف هذا موزع ريال و55 هاي، شوف يعني مو في في الأرض. السنه. يعني انا لو لقطته ب 65 مثلا، خلينا حطيت حقين العقار، ترى بعض الناس طفش من العقار بسبب مشاكل المستاجرين وكذا والصيانات وما ادري ايش، وحياته تقعد فاضيه. طيب انا اشتريت الان لقطته ب 65 مثلا لما نزل السوق، هات لي 10,000 سهم ب 650,000، حلو الكلام؟ معاه يا ابو. معاك معاك. طيب اخذت لي حطيت فيه 650، جاء الان الست شهور الاولى اعطاني كم؟ اعطاني 15,500 ريال. هذا الربع، هذا الربع اللي فات اعطاك 14,000، فاهمني؟ نشوف الربع القادم يعطي كم؟ شوف ريال و55. ما في شركة الآن حاليا في السوق أفضل شركة توزع أرباح هي المطاحن الأولى، ما في شركة توزع أرباح زيها، ما في، ب 70 ريال ويعطي 3 ريال شوية، ما في. بس حتى هذا جسمه تتذكر المنجم كان يعطي ريالين دفعة واحدة، هو ب 60 ريال كنت احبه انا، ما كنت اخاف منه، كنت استريم اذا نزل ما اخاف عليه، يطلع الظهر ذو نسبه، قعد تقريبا سنتين بين 60 و 75، اخترق ال 77 بدل راح عاد ايش؟ ال 127، واذا اعلن الربع القادم اعلان مميز ممكن تشوف ال 180، خلينا قريبين وفق، خير الامور وفق، من 140 الى 160، الله اعلم. عندك الإعلان سابق مغطيات تعطي بالسنة 9 ريال 10 ريال ما ينفع سابق المغذيات.
سابق المغذيات ما ينفع، البحري ما ينفع. بس قصدي توزع ارباح دائما حلوه يعني من 6 ريال وطالع. مؤقتا مؤقتا، بكره تقول لك ما عندي. شوف ليش شركات الادويه رفعوها؟ لانه بيع الدواء مضمون، بيع الدواء مضمون نسبه. نادرا الشركه تبيع وعندها توسعات. راحت جمجوم فارما، انا شرحت الكلام ده، فاتحه مصنع جديد الان، راحت العراق. بيع الدواء مضمون وبيع الاكل مضمون. النجم يبيع دجاجه، يبيع دجاجه ويبيع خضروات، يبيع مضمون، الناس لازم تاكل. صعب التاثير على ارباح النجم، صعب التاثير على ارباح الجمجوم، مو مستحيل لكن صعب. اما سابق المغذيات، البترول نزل، طيب الصين الان عندها شو اسمه، عندها اسمده، مصر سوت الان مصنع اسمده، يبيع لمين سابق المغذيات؟ شغال، ما اقول لا. اللقيم ارتفع عليه، اثر عليه، عنده نجم لقيم، ما عنده لقيم، كهرباء، الكهرباء تيرها موحدة، ما عنده، ما عنده، ما عنده لقيم، ارتفع عليهم اللقيم مرتين، عشان كان الاسمنت يطيحون، ارتفع علينا اللقيم، ما ينفع كده. خلت من النشاط المرتاح شيء متذبذب، البحري مره فوق مره تحت، مره فوق. البتروكيماويات والاسمنتات، تعال شوف الاخر 20 سنه، فوق تحت، فوق تحت. طيب خلينا نروح بثقافته خلال 20 سنه، ايش سووا؟ سيمو، الحقني يا حبيب السعودية. ايوه ثقافته ثابت، الناس تاكل وتشرب، المراعي ثابت. والله بطل وسدافكو صراحة. والله ما انساها ايامه. احب، انا احب شركات الاغذيه، انا احب شركات الاغذيه لانها مضمونه. شفت هذا المطاحن الان مخترق اسبوعي، هذا المطاحن مخترق اسبوعي، شوف له اسبوعين مخترق اسبوعي. هنا كان في حركه حلوه، وصلوا 100 ريال، وبعدين هنا ارتد الى 90 ريال هنا، وبعدين جاك نازل. شوف شوف، لا صدق اني اشتغلت معاه، هذه شفت ال90 دي كنت شغال معاه، وهذه كنت شغال معاه، الين ما بدا ينزل هنا وكسر اسبوعي. شفت هذه؟ قلت له مع السلامه. كسر هنا، وين راح؟ هو انظلم ترى، سهم انظلم. شوف شوف، 75 نزل هنا، هنا نزل 69، ارتدها، شوف نزل هنا 62. والله يظل، والله يظل، وزع ارباح. شوف الحين راح للمقاومه، شوف شوف عنده هنا اسبوعي، تركعونا يجمعون فيه يا ابو مشعل. هو يوزع ريال و55. انا لو عندي، شوف شوف هم يركعون شرحناه، السهم الكويس على اساس اي شفت اللي قلت لك عليه، الشمعة الاسبوعيه تحت ابو لينجر، شايفها؟ اي اللقط، ايوه اللي لقط هنا، شوف اللي لقط هنا. وشركه كسبانه توزع ارباح. انا اعرف واحد 3 مليون ريال حط فيه، انا اعرف 3 مليون ريال حط هنا في الشمعه هذه هنا. طيب انت تقول لا انا ما العب بالفلوس، انا هاي الشركه دي ما اخاف منها، هي ما يشتغل الا في النجم والمطاحن الاولى بس، ما يشتغل الان، انا لي الحين سنتين معه، ما يشتغل الا في المطاحن الاولى والمنجم بس. خلاص كان في المنجم، وبعدين جات هذه ارباحها، قال لك انا مشتغل، اعطوه ما شاء الله تبارك الله ريال و40، واعطوه ما شاء الله، وراح اشتري تحت وبيع فوق بكميه ثابته، قال لك انا ماني بايع الكميه دي الا ب 120، وين ما طلعت 120 توزع لي ارباح، انا ماني شغل، احسن لي من عماره، واحسن لي من ايجارات، واحسن لي من بيت. شوف الحين قاعد يحاول يخترق ايش؟ البولينجر الاسبوعي، شوف هنا فشل. يحاول يخترق المنطقه دي، اذا راح ممكن يجي هنا. بس في نقطه واحده في شركات المطاحن، عارف ايش هي؟ الدعم الحكومي. ايوه تعجبني انت. نزلوا عليها ذاك اليوم اشاعه ضربوها كلها تحت. هذه هي مشكلتها. بس الدعم الحكومي هل يستمر ام لا؟ ما اتوقع ان الدعم الحكومي ما يستمر، اتوقع يمكن يطلعون المضاربين على أساس الناس تبيع يا أبو ماشي.
والله ما ادري، بس عموما الشركات هذه صعب تخطأ فيها، احد يستغني عن الدقيق والعلاف والاكل الحيوانات، هذا يبيع الحيوانات الان، المطاعم، المطاعم الاولى يبيع علاف الحيوانات، كيف تبغى يخطأ؟ هل تمشي الدنيا بدون ما تاكل الحيوانات واحنا ناكل؟ الانسان ياكل والنعام تاكل، كيف يخطأ؟ فاهمني؟ ها وبعدين ولا الشغلة ايه؟ ما في إلا هم بعد بالمملكة، ايه؟ ما في استيراد من برا ولا شيء، ما في إلا المطاحن ذي اللي تبيع الدنيا العلاف. غالية يا رجال، حتى لو بيشتري الدنيا غالية من برا يا رجل، الدنيا غالية. وبعدين يقرا الاعلان، هو يقول انا كسبت من الاعلاف، المطاحن الاولى يقول كسبنا من الاعلاف. هنا في عنده اعلان، وينه؟ هنا في الاعلان، يقرا الاعلان، انا خويي كيف يكسب؟ شوف يقول لك ارتفعت، تدري المطاحن الجديده اللي نازله العربيه، عارفه؟ ايوه، مو ب 66 ريال؟ الا مو كم عندك السوق تتوقع؟ تدري عدد الاسهم كم؟ 15 مليون بس، 15 مليون عدد الاسهم فقط، حيث يعني متوقع يضرب 30% اول يوم، 30% 89 ريال، كم؟ 66 ضرب 30%، 19 ريال و80 زائد 66، 85 ريال فاصلة 80. تدري انه ارباح المطاحن الاولى افضل من العربية ولا ما تدري؟ والله ما ادري. انا قريت الارباح في العربية في ارقام، الاولى ارباحها اعلى بس هذاك اسمهم اقل. شوف لو تقرا الاعلان هنا ايش يقول لك، اقرا، النمو القوي في مبيعات الاعلاف بنسبة 36.3 مدفوعا بزيادة الطلب، وهذا بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في مبيعات الدقيق والتي بلغت 6.7، وكذلك ارتفاع مبيعات النخالة 5.5% مدفوعة بنجاح استراتيجية الشركة في بناء وتنويع قاعدة عملائها وزيادة تغطيتها الجغرافية بجميع أنحاء المملكة، مما نتج عنه نمو قوي في جميع قطاعات المنتجات. ارتفاع إجمالي الربح إلى 100 مليون مقارنة ب 88. شوف يعني صارت الناس تصرف على الحيوانات أكثر من عيالها يعني. أنت كيف تأكل طيب؟ الأنعام نزل فيها سورة في القرآن، سورة الأنعام، نعم من نعم الله علينا، صحيح. يقول لك ارتفاع الإيرادات 49 مليون والاتجاه بشكل رئيسي كزيادة وعدة لمبيعات الأعلاف. شفتها؟ لحظة هي وين راح؟ شوف مبيعات الأعلاف والدقيق 7%، شفت؟ اي واضح يا ابو، هنا قال يقول لك شكت مبيعات الدقيق 54% مقارنة ب 7%، هنا يقول لك شكت مبيعات الأعلاف 27%، حصلت شركة المحافظة على هوامش ربحية. طيب نتابع بشكل متواصل، لما تكون الإدارة ناجحة وشغالة ومهمة الشركة، تمام، هذا سهم ناجح. شوف يقول لك، يقول سجلت الشركة معدلات استغلال السعر الإنتاجية لطحن القمح على فترة حالية بنسبة 88%، وبزيادة عن الفترة المماثلة 84%. شوف كيف قال ما شاء الله، دبل ها؟ لا 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 الدبل. تصبر، لا تصبر مع الشركة الربحانة، مع هذا زيد، شفت لما اتكلم على زيد من يوم ما اعلن 66 10 طيب حطيت امر شراء افتتاح، وين معطيني ريال ريال؟ شوف الاعلانات، هذا سالت عنه، انت سالت عنه، شوف ريال، لحظة ريال 98
ستة أشهر هنا ما تجي بأرقام، آخذ ربع ريال وأربع حلالات، يعني آخر السنة 4 ريال. طيب 4 ريال ب 66 ريال ما تجي، ما تجي، ما تجي. لومي ب 84 وبدل 88 وأرباحهم 3.5 ريال، ركز معايا، لومي 3.5 ريال وبجت 3.80 ريال، بكم؟ في الثمانينات. وش ناقصه؟ 4 ريال يبقى يعطيك اخر السنه اذا استمر. شوف الحين 78 اليوم. الميزه وين؟ الميزه انك انت اذا شفت سهم ربحان تقدر تحط 50% من السيوله. انا ما اقول 100% لانه صعب، 100% انا اشوفها انها غلط، لكن اقدر احط كميه. لما يطلع السهم من 66 ل 78 تقريبا اعطاني 20%، تفرق معايا ال 100,000 تجيب 20,000 في اعلان واحد. ركز معايا، اعلان وزع ريال، ريال ونص ترى زين، لا لا عفوا، وزع نص ريال، وزع نص ريال واعطاك من 66 الى 78. طيب انا لما احط ال 100,000 على اعلان واحد، ركز معايا، على اعلان واحد جاني اعلان ذيب وحطيت 100,000 واعطاني نص ريال، والحين جاب لي 20%، ايش تبغى احسن من كذا؟ ما ابغى شيء، ها ابغى صيدة بس. عندك انت التعمير؟ تشتري ابو موسى مع يعني نزل الاعلان بعد السوق، تشتري من بكرة صح؟ مع افتتاح السوق. اذا كان السهم سعره لم يواكب الاعلان، يعني اديك مثال، الجوف الزراعيه الربع اللي قبل اللي فات، ها اخذته على الافتتاح، تعالوا نشوف الجوف الزراعي، فين الجوف الزراعي؟ شوف الجوف الزراعي، شوف، عارف هذا ايش؟ هذا الجوف الزراعية، هذا اعلان، اعلان هذا الاعلان، من صدر الاعلان انا اخذته على الافتتاح 54.90، شوف قفل النسبة كم ضرب بالله؟ يجيب الاعلى كم؟ 70 70 20. 72. لأنه حق الريال. تعال نروح للاعلان، تعال نروح للاعلان، يلا مو الأخير اللي قبله. كم؟ ريال و10 هلالات. بس خلاص 70 ريال، بس خلاص ريال من 70، بس فهمتني؟ واضح واضح ابو موسى، الله يعطيك العافية. هيجيك واحد الله لا يبلانا، بعض الناس الله لا يبلانا بس ياخذ 20 30 اعلان وكلها جابت ال70 على الريال، وفي واحد ما جاب ال70 يقول هذا ما جاب، هذا شغل مجانين، انا ما احب هذا شغل مجانين. ايوه كده بالعربي، شغل المجانين ما ينفع. ايوه خلاص، قاعده ناجحه بنسبه 70 80 90% انتهى الكلام. لا تجيني على تقول لي والله هذا السهم جابه وما طلع، انا اجيب لك سهم دحين، تعال تعال لحظه، هذا التعمير، الاخبار، الاعلان، مو هذا، هذا 40 ليله، لا مو هذا، لحظه لحظه ما يباني، التعمير اعلن قبل كده 90 هلله وكذا، لكن شوفه قدامك، لانه هذا مو هذا مو شغال نشاط، هذا ارض وباعه، هذا ارضه ايش؟ وباعه، فاهمني؟ ايوه، وحتى حتى زين، زين باعت الابراج، انت ربحان، انت ما انت ربحان، انت جلس ساكت بس، تبيع بعت الاصول. ايوه تبيع لي الاصول، تقول لي ربحان، لا ما انت ربحان. ما هي ارباح تشغيليه يعني. ايوه شوف، انا ابيب السعوديه، وانا نبي بالسعوديه، لحظه، هذا نبي بالسعوديه، وهذا الاخبار، تخبرنا مكانك 38 و40، والله كنت فيها، جلست 3 شهور يا ابو مسعي، وقبل ما يتحرك باسبوع بعده. حلو، كم الربح؟ لحظه لحظه بس، كم الربح؟ ريال و11 متى هلالة طلع؟ لحظه لحظه، متاكد ان طابق التواريخ؟
عشان اللي يشوف هذا يفهم كم كان هنا، انا ابغى هنا في شهر 1/2/24. حلو، وهذا كم؟ هذا 3/3. طيب لحظة، هذا التاريخ كم؟ 28/4. لا، يمكن هذا 3 ريال و42، 3 ريال و42 سنة، آخر السنة هذا الإعلان خلاها تنسب معايا بتاريخ 25/2، 25/2/24. شفت كيف؟ عموما لازم هذا عن طريق ارقام، لان الارباح هنا ما تجي. خلاص اعطاك ربع، قال لك سلام عليكم. تخبر الدوائيه، الدوائيه كان 26 ريال، اعلن 46 هله ربع واحد، ذاك 40 ريال على طول. الالماني كان 28 بار تدبيلتين. شوف الاعلان وروح شوفه تشغيلي ولا مو تشغيلي، وشوف السعر كم. عشان كذا انا ما كنت اخاف من ذيب، ها والمطاحن والله ما كنت خايف منه، بس كسروه. هذا موضوع الدعم ما اقدر اتحكم فيه، اشتغلت فيه والله فتره، الحمد لله جاب خير. ونشوف الان مع الاختراق الاسبوعي، بس الار اس اي حقه اسبوعيه لك عليه، ترى الار اس اي 9 و1. طيب ما دام فتحت العرض شاي ابو موسى، كم النسب اللي تكون كويسة يعني من 50 وفوق ولا؟ لا، حسب السعر، حسب السعر، حسب السعر وفي باك تراقب ثبات الار اس اي، يعني يبغى لها شويه تدقيق. يعني شوف بس عندك مثلا، شوف بابا معطيني 60 شهري تمام و49 اسبوعي، انا كذا ما ينفع، كذا في خطر علي انا. ايش نزل الاسبوع 49؟ فاهمني؟ المفروض يكون كم فوق ال50؟ شوف شوف جون فارما، شوف 82 79 مولع مولع، عشان كذا يطلع 10 ريال ويصير 10 ريال. طيب المفروض انه يكون بالترتيب ابو موسى، انه الاكبر الى الاصغر تكون لا، هو الشهرية. اهم شيء الرقم الاول، الثاني فوق ال60 يفضل، يعني الشهري والاسبوعي. ايوه يفضل فوق ال60 يبدا يتحرك. شوف الدواء معطي 54 54، نزل من 120 ونام هنا، خلاص رقد رقد، عرفت كيف؟ شوف اماك 62 74، شوف كويس، بس هل في مشكلة لو كان الأسبوعي أكثر من الشهري أو العكس، ولا عادي يعني ما تفرق؟ لا، هي يبدا، هو ايش يصير؟ يبدا بالاسبوعي وبعدين يروح للشهري، فاهم كيف؟ هذا الشهري طيب ما بعض في ال مشكله. بعض الأسهم الشهري أعلى من الأسبوعي. يكون نزل، يكون طلع ونزل، لكن في الطلعة الأولى يكون الأسبوع أعلى. ها شوف كيف نزل، شوف، ها شوف كيف نزل، أنا أخبر مين؟ أخبر لبرف، لبرف شوف الأسبوع راقد كيف، شوف الأسبوع راقد، شوف فين كان الاسبوع فوق ال70، من يوم ما كسر ال70 ما شاف خير، شايفه؟ واضح واضح. شايفه؟ والشهري، خلينا نشوف الشهري، الشهري ما زال، بس المشكلة سهم جديد ما تعتمد على الشهري. طيب لما يكون الشهري محافظ على فوق ال70، هل ممكن يكون تصحيح ويرجع السهم؟ نعم، تعجبني ما شاء الله عليك، تعجبني. إذا كان محافظ فوق ال70 ممكن زي ما قلت، زي مين شوف العقارية قدامك ماسك على ال70 وينزل ويطلع، ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، شايف؟ واضح واضح. أنت فاهم ما شاء الله عليك، باقي التطبيق.
باقي كده بعض الاشياء كده ان شاء الله. الحمد لله، بس انه يبغى لك بس تحفظ المنصة، لانه والله عاد هذه مو بيدي. شوف شوف انك تنتقي السهم المناسب. صادق صادق، شوف الحفظ، الحفظ والاستيعاب هذا عموما على فكرة عشان تكون بالصورة الآن، هذه النسخة ترى والله أول مرة أسوي الحركة دي، يمكن حظكم أنتم المشتركين الجدد ما أدري، أول مرة أسوي الحركة هذه. الآن لو تفك الشاشة اليوم ما في زحمة، لا يقول لك الإغلاق، الإغلاق ما لي فيه أنا، الإغلاق متعمد إني ألغي قرار عشان أبغى أشوف مين أغلق عشان لما أفتش في الليل وقت الإغلاق الشركات تزيد، لأني أنا أبغاها تزيد. أنا أقدر أحط علامة كذا الحين في البرمجة يختفي هذا كله، بس لا أبغى أشوف آخر السوق مين قفل كويس، أقعد أفتش كذا أفتش 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 تمام. لكن وقت السوق ما تلقى الزحمة دي، لو لاحظت اللي على اليوتيوب هناك، والله ما أدري ما حطيته ولا ما حطيته، والله ما أدري. عموما هذه وقت السوق، خليني أرسل لكم النسخة أنا، ما في زحمة، ما في 12 13 18، ما في زحمة، كذا كويس. يعني قاعد يجيب لك الخلاصة عشان يسرع موضوع ايش؟ انك انت تختار، يعني يوفر عليك 50% من الوقت. حلو. اي ولا 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 ابغاك، انا ما ابغاك تشوف سهم مريض او طالع من العناية مركزة ويتعبك ويرجع العناية ويعلقك وتقعد، انا ما ابغى، انا ابغى قد ما تقدر يكون سهمك متحرك، حتى لو قدر الله طلع وما يمديك تصرف، فاهمني؟ انا ابغى اشتغل على الشموع بس شباب. والله شوف انا رابطها شموع على فكرة عشان تكون في الصورة، شموع وار اس اي وماكت وديكس، مسألة انك شموع فقط يمكن فدائي اللي يزكيها، غير فدائي صعب، وين فدائي يعني ها شوف فدائي، اللي في النص دي صح؟ شوف يا حبيبي فدائي والشمعة المبروكة أسبوعي، شمعة مبروكة أسبوعي وفدائي، هذه الاثنين اللي إشاراتها قوية، حتى ولو كان الشهري والأسبوعي تعبان، هذه اللي تجاربي، هذه اللي أنا اشتغلت عليها. ممكن لو كانت القوائم أوسع شوي تطلع، كان سهل الحفظ والله يعني شوف زي قول حاجة، أقول لك لو حاجة، خذت شاشة كبيرة يا أبو موش. أبغى أوسع القوائم كذا شوي. أنا شاشتي كبيرة هذه، كم ما اللي في، عندك؟ أنا 65، أوسع أي أنت على التلفزيون أجل. أنا حاط شاشة 65 إيوه، حاط أخذتها من جرير عليه عرض وأخذتها وماشي تمام، لا تاخذ أكثر من 65، أخذت 71 ما تصلح، كبرت الشاشة أكثر وثقلت الماوس سوت لي مشكلة. شاشة تلفزيون يا أبو موسى. هي تلفزيون، هي تلفزيون، اللابتوب ما تقدر تشوف اصلا، اللابتوب خطر على الرقبه عندك، اصلا اللابتوب خطر كبير على الرقبه، نزول الرقبه هذا خاصه مع العمر يوديك في داهيه على الدماغ وعلى الرقبه، غلط. انا جايب شاشه كبيره 65 ورابط فيها اللابتوب ويا دوب تشوف، العمر له دور والله، حتى اذا حتى لا بس نفس القوائم الأعمدة، حتى لو حطيتها على شاشة أنت أصلاً فاتحها على الكمبيوتر بتكون صغيرة. أنا كان قصدي أوسع، آخذ مساحة شوي على أساس أوسع الأعمدة دي، تطلع لي البيانات اللي حقت كل عمود. يعني شوف زي هذا اللي في النص، إي 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 هذه لازم تحط الماوس على كل واحد عشان تشوف الكتابة حقتها وش طب تحت. انا حافظها، شوف اسمع، انت اللي مسويها حافظ. لا لا انا حافظها ومرقمها، شوف ايش مكتوب هنا، هنا اختراق في داية ايش، يو هذا واحد، هنا خلاص اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنا حطيت لك هذه بالأصفر يعني زي العلامة، يعني تقدر تغير اللون أنت عادي أو أنا أغير لك إياها، عرفت؟ كلها مرتبة، كلامك صحيح، تبغى تقدر تحذف هذه، هذه ما لها لازمة، أنا أحتاجها ضروري هذه الصراحة،
انا بالنسبه لي احتاج اشوف الصفقات، فاحتاج الشاشه هذه. انت تقدر تحذف وتكبر عادي، تقدر تغير الاله، تقدر تحط المحفظه، تقدر تحط المحفظه مثلا هذه هنا والاوامر تحطها تحت، تلغي هذه مثلا او تلغي دي تحطها تحت وتكبر هذه. تخليها نوافذ تفتح وتقفل على جنب كذا، تضغط عليها تفتح معك. الكارت عالم كبير، تقدر تسوي اشياء كثيره. صحيح، حط نوافذ على اليمين تفتح وتكبر. نعم صحيح. لكن ما شاء الله مجهود جبار يا ابو موسى، الله يعطيك العافية على التعليم وعلى الشرح وعلى المنصة الجميلة. والله قاعد باقي احاول. الباقي ان شاء الله علينا، نحاول احنا نركز معاكم نحفظ ولادنا حلال اكو باور، شفته ولا ما شفته؟ لا والله ما شفته اكو الا باور يوم قلت له ب 380 او 90. شرحناه في الجروب على 388، وكان فرصة وكان اختراق فدائي وقاع وطلع من 388. اليوم كم جاب؟ جاب وصل 450 قبل كم يوم، الله اكوا باور 60 463. ما شاء الله. هذا وين في اي نافذة طلع؟ في الفدائي. نعم اشتراك فدائي، شوف ها عندك، ها هذا اكوا باور، لحظة خليني، هذا اكوا باور يا حبيبي، هذه فدائي في قاع، هذا طلع في مكانين، طلع في اختراق فدائي وطلع تحت، تحت اخر شيء، ايه هذا اختراق فدائي وهذه الشمعة ولو اعلى من لو خلاص، هذا دخول، هذه دخول، شوف وين راح. طبعا انا خرجت امس، انا خرجت في الشمعة هذه اخترق 10 وراح الثانية ذي، انا قفلت، انا ما راهن على الصعب، هذه ما تهمني انا، ما تهمني، انا خرجت هنا، خرجت هنا خير. ودخلت فقيه والمطاحن شوية دلة تكلم، فهمت؟ اللي ما طلع واللي في نص الطريق ماشي، اللي في آخر الطريق قفلت هنا، خلاص خلاص تكفي 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 تكفي. يعني أنا كنت حاط على هذه 439، هذه زقزاق 10، أعطت للثاني خير ونعمة، هذا واحد هذا اثنين، نعمة على السلام عليكم. أنا ما راهن الشمعة اللي تفتح هنا، ما راهن، خلاص هذه لأنه دخول، غالبا ترجع لخارج البلنجر. هذه فتحت تحت دخول، هذه خروج. البولينجر ترى من أسهل الاستراتيجيات، دخول خروج. بس مين اللي صحيح. يتعلق فيه؟ مين اللي يخسر في البولينجر؟ اللي ما يعرف يضيف الشهري والتجاري، الشهري والأسبوعي. هذا عندي الشهري والأسبوعي كويس، دخلت على طول. لو الشهري في مصيبة يعلقك، ينزل لين ينزل، يكسر هذه ويروح، عرفت؟ لكن كمان انا شوف الشمعة هذه، شوف 361 هنا نزلت، كسرت البولينجر تمام وضربت خط هنا، وهذا خط الاصفر الثاني متوسط 100 وراح الكم 424، نفس الطريقة. شوف المكسب فين؟ شوف المكسب من هنا لهنا، هنا 60 وهنا 60 ريال، وشوف المكسب هنا كم؟ نفس الشيء 60 70 ريال، هنا 60 وهنا 60. الحمد لله انا يعني رايتي بيضة، نزلتها في الجروب وشرحتها والله وحددتها رايتك بيضة والله يا ابو مش التطبيق ما في حدد. هذا وغيره. طيب بالنسبة للزقزاق يا ابو موسى، لما نحط الزقزاق عندي انا ما يطلع زي كذا ترندات طولية، يطلع نازل ولا طالع؟ وانا اعطيك النسخه اللي عندي، لما اعطيك النسخه اللي عندي تنزلها خلاص. انا النسخه اللي عندي، انت المنصه ما ارسلت لك، انا ما ادري اني ما ارسلت لك، يعني انا ما اركز. اي صحيح، انا حتى ما تواصلت معك لاني قلت لحد ما تخلص النسخة الأخيرة، وبرضه كان السوق نازل وقلنا يمكن ما في فرص نخليها لبعدين. لا خلصت الحمد لله. شوف التصميم ممتاز، الوضع طيب، عندنا واحد هذه بولينجر تحت كسر بولينجر، هذه اختراق فدائي اثنين، هذه مزحومة فدائي ومبروكة واليوم متساوي تمام، وهذه فدائي بس، وهنا A2 A1، هذه الشركات اللي جاهزة. شوف هذه الأسماء، قفل النسبة شهري وأسبوعي، الراجح اخترق، معدنية قفل النسبة، هذا الشهري والأسبوعي
حلو الكلام، مو هذه عندك المفضل، عاد هذا موضوع اخر. هذا لوبريف الان، لوبريف انا ما ابغى الارباح، انا ما احب استلم ارباح. الان لوبريف اخترق اسبوعي، تمام؟ نشوف تمام عندنا بعد الارباح شوف يثبت فين، هذا واحد. اثنين الاعلان، خلينا نشوف هل يعلن كويس. ترى 6 شهور كان ارباحه ناقص، ترى 300 مقابل 400 مقابل 200، لا والله مرتفعه بس نزلوه برضه، مرتفعه عن الربع السابق، ربحوا 3 ريال، شوف 6 ريال ربحوا، شفت؟ ال6 شهور 3 ريال، شفتوا؟ ايوه، نزلت على فكرة، نزلت، شوف كم كانت هنا، كانت 7 ريال، شوف كانت 7 ريال لما وصل 160، شوف الآن نزلت، عشان كده السعر نزل. وهذا اللعيم، اللعيم هذا على خفيف المتوقع. خفيف. ليه خفيف طيب؟ ما هو نفسه اللي وصل، ما هو نفسه اللي طلع من 18 إلى 40 ولا لا؟ صحيح، تدري بس ليش؟ ما أحب هذا السهم يا باشا. أنا ما، أنا زيك ما أحب، بس لازم تعرف السبب. ليش تعرف إن السهم وقف؟ تمام؟ إحنا قلنا أهم مؤشر الأسبوعي. ما في أهم من الأسبوعي، تلف يمين، تلف يسار. ما في أهم من الأسبوعي، ما في. طيب هل اخترق أسبوعي؟ ندخل على الأسبوعي. تعال نشوف. هذا الأسبوعي، هل اخترق؟ لا باقي. لو كان تحت الصفر نقول ماشي، تحت الصفر وسلبي كيف يطلع؟ عرفت؟ يطلع، لو يطلع كذا، يطلع، ركز معايا، يطلع كذا لما يكون نازل 40% 30% ويكسر البولينجر يرتد، هذا ارتداد، هذا مو طلوع، هذا ارتداد، هذا ارتدادات فيبوناتشي وارتدادات، هنا ارتدادات، هذا هذا مو طلوع. هنا الطلوع لما يديني شموع طريق عرضي وبعدين يطلع، هذا طلوع، هذا مو طلوع. هذا انت كان شوف السهم نازل من كم؟ من 39 ريال ورجع لك الى كم؟ 24 68 وكسر البولينجر. هنا هذا ارتداد. في الغالب يكون 50% 30%، هنا غير. هنا لازم يعدل المنطقة دي، شايفها؟ هذه منطقة ملغمة. عندك زقزاق 10، عندك زقزاق 5، وعندك منتصف البولينجر اسبوعي. متى يمشي؟ يمشي اذا عداه، حتى عندك ها عندك كمان هذا زقزاق احسن ملغم، خله يجمع على راحته، واذا هذا نزل تحت وبدا يعدي تدخل معه. انا افرح لما اشوف زي كده، والله افرح، لاني انا ما عندي فلوس وانا مشغول بشركات ثانيه، خلصت منها، شفت كيف؟ ويكون وارجع. هذا الشيء ايوه يكون هذا، هذه فائده المنصه، هذه فائده العلم بعد الله والمنصه، خله يعني يجمع. هذا انت اللي ضايفه في هذا المفضل اللي انت تتابعها، ها؟ ايوه اضيفه من الان، اضيف. ما هي استراتيجية هذه؟ لا في استراتيجيه، هذه المفضله كم شركه؟ لا بس واحد. انت اللي هذا اللي انت ضايفها ما تطلع، هي تلقائية. لا انا ضايفها، بس هذه بالاستراتيجيه. أنا معك، بس قصدي مثلا سهم أنت تبغى تتابعه تضيفه في المحفظة دي. اي اضيفه هنا، بعد كذا ايش أيوة. اسوي؟ هذه الشركات اللي انا ضايفها، بعد كذا اروح هنا. هنا يا حبيبي حاط موسترين، يعني موسترين فقط، تمام؟ اتابعه هنا عاد، شوف اللي طالعين، شوف 3 هم كم شركة؟ وهذا هذا جديد، شوفوا المطاعم العربية حاطه من بدري، من بدري حاطه، لاني عارف انه ايه ما يطلع في التصفيات، جديد خلاص احطه هنا واتابعه. شوف دله ذي بالمطاحنة الأولى. طيب فقيه ليش ما طلع؟ طلع يا حبيبي، ليه ما طلع فقيه؟ لماذا لم يطلع فقيه؟ شو داخله؟ كم هدفك في فقيه يا أبو موسى؟ ها؟ هدفك كم في موسى في فقيه؟ والله أنا مو، أنا شوف المؤشر ايش يقول؟ شوفوا قدامك ايش 70. يقول؟ يقول 70. إن الله مع الصابرين. الريال ما أبغى الريال، أنا آخذ 58 10، لسه ما جاب ريال، ما أبغى الريال.
ما ابغى، انا ما ابغى الريال، ما ابغى، الحين مخترق بولينجر العلوي، ما في اشارات. شوف كيف اختراق البولينجر العلوي اذا طلعت الشمعة منه ما هي. صح، ممكن يهدي، ممكن يختبر من جديد هنا، ممكن، لكن ما اقدر اسوي شيء. انا انسان بصبر، راس مالي 58 10 وتكلمت عنه ب 57 ونص، لكنه كان بطيء. شوف، هذا ايش؟ ركز معايا، هذا خط وهذا خط ثاني وهذا خط ثالث. هذه الشمعة الآن شايفها تحررت من مين؟ من واحد اثنين، هذه اثنين تحرروا من هذا. طيب الآن تحررت من جميع الشموع، كيف أبيعنا؟ كيف أبيع؟ فاهمني؟ هذه شمعة بالعة بعد. أيوه، شوفوا على الأسبوع، هذه الأسبوعية دي. أيوة 3 أسابيع قبلها. كيف أبيع؟ هذه واحد جميل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بعدين قاع أعلى من قاع يا أبو، شوف القاعدة اللي في النص، يا سلام عليك. اللي هنا اللي في النص، الشموع اللي في النص، وهنا طيب وقف، شوف انت، شوف 56 60 56 80 56، وقف، مو راضي ينزل عن المنطقه 56 هذه، خلاص واحد. والسوق نزل، نزل السوق، تتذكر انت، نزل اعطاني قاع اعلى من ايش؟ هذا كم كان؟ هذا 54 ونص، هذا قاع اعلى من قاع. تقدر ترسم قناة سعرية بعد عمر. ما اعرف والله، ما المدرسه دي ما دخلت. انا موجودة احب جاهزة. الجسم. ها؟ لا تحدد الأهداف، تقدر تحدد الهدف، يعني يمكن يطلع لك على 63 64 حبيبي القمة اسمع هذه. اسمع اسمع، تفضل. تالكو لما اسمع اسمع، مياه انا لما طلع من 17 وين راح؟ وقف ولا شده واحده؟ لا ما وقف. طيب رسل لما طلع وقف ولا شده واحده؟ شدة واحدة. تالكو لما طلع ب 49 الى السبعينات وقف ولا شده واحده؟ شدة واحدة. خلاص انا ما اقدر اسوي شيء، ما ابغى، انا ابغى اصير غشيم، انا بصير غشيم، فهذا هذا انا بصير غشيم، ما ابغى اشغل مخي. عندي هنا، شوف عندي هنا هذه شمعه، شوف هذا مقاومه عندي، صح ولا لا؟ صحيح. هذه واحده، هذا القمم، وهذه كلها مقاومات، هذه صح ولا لا؟ واعلى مقاومه هذه. لكن اخي ما ابغى، ما ابغى هذا، لو سهم عادي، سهم قديم، سهم ما صحيح. ابغى هذا، ايوه سهم سام جديد، جديد صدقت. اي هذا شغل ام امه، خليني اشوف. والله جاب 70، انا متوقع 70، نشوف. إن شاء الله يا كريم. ترى على علمك اول اسبوع لا تدخل السيوله، ترى بكره تحديد مصير، يعني شوف الشهري، شوف الشهرية 9 مليون، ترى أنا ما أدري، نسيت كم كان، خسارة لأني ماني متابع. شوف هنا، شوف الأسبوعي، لحظة، أسبوعين، شهر، حلو، 16 مليون، 37، 16، 34، 4 مليون، الأسبوع ده دخلت السيولة. ولو شفته أنت قبل كم يوم، يشيل ب 30,000 ولا 40,000، يشيل العرض كله. شوف يا ابو، شوف أبو السيوله أحمد، اليوم، شوف ابو احمد، السيوله اليوميه كم؟ 3 مليون. شوف اعلى سيوله في الايام اللي فاتت، شوف. وبعدين وين بيروح؟ يعني بينزل 57؟ الله يحييه، نزود خليك، معه، قال لك ماسك في حلقه. لا والله انا هذا زود. يا ابوي، عنده انت، عندنا هنا المستشفى قاعد يحط الديكورات والقزاز برا، يمكن شهر اسبوعين يعلن الافتتاح. اي والله شفته مستشفى فقيه بالمدينه، كبير. صورت لكم ادوار كبير، صورت لكم، نزلت لكم الجروب. لا شفته انا. ايوه في المدينه، يمكن يفتح خلال الشهرين، يمكن يطلع السهم يا حبيبي 70 ريال، وبعدين يقول والله تم افتتاح المستشفى، وانت ما تدري، تستنى الاعلان. الشغله شطاره يا معي. ان الله مع الصغير. يشوف هذا دله اعلن المستشفى، شوف طلع 68، انا اخذته 62 80،
وشرحته في المنصة وشرحته لكم الآن. صح إنه ماشي بشويش، بس أنا أثق في الشركات دي، لأن اخترق أسبوعي. شوف شوف هذه شوف تدخل وما تخاف يا ابو ماشي، حتى لو أي تشيل كم، يا وحتى لو سلام يرجع عليك ولا ينزل ما تخاف، يا مصيره سلام. يرجع. شوف هذا اختراق أسبوعي من كم؟ يوه من فترة طويلة اخترق، واحد من الإعداد ايش تبغاني اخاف؟ زي ما قلت انت ما اخاف. هذا المقاومه الان عندي مقاومتين، هذه 69 40 وهذه المقاومه الثانيه 74 80، هذه واحده وهذه. عرفت كيف؟ ما اخاف زي ما قلت. يجيبها إن شاء الله. انا الحمد لله صادق انت، بس في مشترك لك ما تخاف وتزود كميه كويسه. يعني شوف اكوا باور اللي حط كميه صراحه مبلغ حلو حلو حلو. يلا كذا كم لنا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ممكن ساعتين وزيادة، ساعتين ونص ولا. كويس كويس. انت الحين شوف شوف الحين المناقشة نفعت في ايش؟ احنا اضفنا الان، اضفنا ايش؟ انعكاس اضفنا شهري هذا، او لو متساوي شهري. اضفنا الشهري، هذا الشهري الان اضفنا. او ينزل تحت انزل. طيب اضفنا الشهر الان ونضيفه مع حضيفه المعادله هذه كده التصف الشهري. والله مره حطيت اللي تحت على الشهري والاسبوعي، والله ست زي ما علمتك علم 883 نفعني نفعني. انت ما تدري انه له شهر ماسك نفسه، شهر مستحيل يمسك نفسه سدى كذا. في ابغى اسالك ابو موسى، بالنسبه للتسهيلات هم يعطون على الكاش اللي بالمحفظه ولا حتى لو كانت في اسهم؟ يعني اي واحد اي وسيط. درايه درايه والله يشوف درايه يعطي 100% حتى لو عندك اسهم عادي يعني، حتى لو كان المبلغ في شركات في اسهم يعطي. ها، يعطي. الافضل انك تاخذ 50% ما تاخذ 100%. والله مشكلتهم حتى ال 50 يحددون، الافضل انك تاخذ 30% بس عاد لها طريقه ما يعطوك اياها، يعطوك 50 هم. لأن ال 50 بعض الشركات توقف عندك ما تشتري. ال 100 اكيد. شوف وكم ثم كم تفضل لا تفضل تفضل تفضل. كم نسبتهم كيف طريقتهم؟ انا ما بعد والله خذيت ولا. نسبتهم عالية بس الميزة العمولة زيرو. نسبتهم عالية. يعني انت هم ياخذون منك اخر الشهر او لما بتبيع الشركات اللي انت فيها ترجع لهم ولا كيف؟ لا 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 يصدر رسوم شهرية 1% غير الضريبة. كان في واحد اسمه سهم، هذا كان فرصة أعطوهم صفر بدون تسهيلات بدون شيء، عمولة صفر، الحين عاد عرض 70%. تعرفه؟ ايه سمعت عنه. ها؟ هذا صفر بدون شيء، انا كنت باخذ منهم التسهيلات عشان العموله زيرو. والله اي بس لازم تحول السيولة عندهم، مين هم؟ لا تنقل اللي هو سهم دي، لازم تنقل السيولة حقتك من دراية إلى سهم. حط له 1000 ولا 2000، الحين حاط 70% خصم، حط له 1000 ولا 2000. انا ما سجلت والله، انا بصراحه ما سجلت، قالوا عرض حلو يعني. والله حلو زيرو عمولة ممتاز. بس ما تدري هل شركة جديدة تخاف منها تحط فلوسك هناك وبعدين أنا يقفلون ما ولا تجيب من الدولة. والله كل شيء معقول، أنا ما أقول فيها شيء، لكن أنا مع الجزيرة ودراية. أنا مو على الموضوع كذا، افرض قفل علي السيستم. الجزيرة طول عمره ما يقفل السيستم نهائيا، نادرا ما يخرب عليه. اجي ابيع اخسر 5000 ولا 10000 عشان 6، ما في، ما ينفع ترى. صحيح. اي ما ينفع.
اهم شيء لما اجي ابيع السيستم شغال، هذا اهم شيء. شوف 69 شركه، تعال وقت السوق ما تلقى كلام ده، ولا هنا 51. الله يعين. عندك سؤال ولا نقفل؟ شوفكم على خير يا اخوان، في احد عنده سؤال؟ ترى عادي اذا نحط اكتب اسئلتك في ورقه وشوف اللي فهمته واللي ما فهمته ونرجع له من جديد، ما عاد في اي مشاكل. الله يعطيك العافية يا أبو موسى، والله وإثراء يعطيك جيد العافيه، ما قصرتوا يا انتم ما شاء شباب، الله. واستفدنا حقيقة. حبة حبة يا اخوان، هي حبة حبة استيعاب، شوية شوية تستوعب. انت شايف الشاشة اللي قدامك هذه اللي انت الحين شايفها صعبة، او شايف انك انت ما انت قادر، انك شوية شوية تصير سهلة. لا يعني انت تقول عشان انت سويتها، لا عشان انا حفظتها يا اخوان. انا لما اجي اغير، لما اجي اغير الان اضطر اني اتشتت، لازم احفظ، مو عشان انا سويتها، انا لازم احفظها. خلاص هذه حفظتها، هذه هنا، هذه هنا، السيوله هنا على اليسار، تمام، الطلبات، العروض، خلاص. بس شويه انك تحفظ، تركز شويه بالنظر، تحفظ امور راح تكون حلوه ان شاء الله. الله يعطيك العافية، الله يوفقك لنا جلسة ثانية بإذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله. الله يوفقك. امين يا رب. سلام، الله يعطيك العافية يا موسى، ما قصرت. وآسفين تعبناك، ما خلينا لك ترقد اليوم العصر. لا لا، انت قلت لي على طول يلا بسم الله. لا بس لا، وجهك طيب علي، تمام، اني ما رقدت. جاني اتصال مهم، جاني اتصال مهم جدا، انا ما جيت ارقد وكلمتني، قلت يلا جاني، وجاني اتصال ورديت عليه. بعدين اعلمك، على خير إن شاء الله. لانه هذه الاتصالات تنفعنا مفترق طرق. يلا يعطيكم العافيه يا شباب، الله يحفظك، الله يحفظك، ما شاء الله، يستر عليك إن شاء الله. شكرا للجميع، سلام عليكم. حياك الله.